يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. ثلاث نقاط ساعدنا بيهم كلنا بالأمس طبعا كأهلوية، وأكيد بتزيد من رصيد النادي الأهلي وبتبعده عن أقرب منافسيه وخصوصا غريمه التقليدي، ومفيش شك إن هي بتدعم من تصدره وتربعه على قمة الدوري حتى هذه اللحظة. فبالتالي صباح الخيرات على كل حضرتك، صباح الفل عليك. بنقول صباح النصر لما بنفوز، ما بنقولش صباح الخيرات بس. ما رضيتش ادخل على جملتك، الحق عليك، كان ممكن اقول صباح النصر ببساطه، خلينا لا صباح بس النصر. انا اخترت ايه؟ ان انت اللي تقولي صباح النصر الجميل يا كريم. الخير النصر كله حاجه جميله، وامبارح الاهلي كالعاده فرحنا الحمد لله. كنا مش قلقانين بس يا كريم، كنا عايزين نفوز في المباراه دي والمباراه الاخيره محليا قبل الانطلاق لكاس العالم للانديه. هيبقى فيها دوافع كتيره جدا، اهمها دوافع النفسيه، الروح المعنويه المرتفعه، الثقه المتبادله ما بين اللعيبه وبعض والجهاز الفني وطبعا الجماهير. فكل ده اعتقد لصالحنا طبعا. وانت رايح بمميزات بالفعل معاك، الباقي بقى هناك التركيز والفنيات والهدف ان هو يكون موجود. وان شاء الله احنا عندنا طبعا مجموعات، او مجموعتنا يعني ما هياش سهله ابدا، لكن طبعا. ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق افضل من اللي حققناه كمان في البطوله الماضيه. على كل حال هنتكلم في تفاصيل المباراه امبارح لان فيها كلام كتير جدا. بصراحه كانت مباراه حلوه، يعني البنك الاهلي برضو قدم مباراه قويه، واحنا كنا قايلين ده قبل كده. وعجبتني جدا الكلمه او التصريح اللي كان اتكلم عنه كلايتنبرج. ايه ده لسه هنجيله، الف رحمه كولر. ده الف لسه رحمة. ملف كلايتنبرج ده استنونا. الراجل ما استحملش. لا استنى بقى يا كريم عشان الملف ما ياخد حقه. كولر لما قال تصريح قال لك ايه؟ قال لك الفوز ده مهم جدا، لكن المباريات اللي زي كده هي دي اللي انت بتعتمد عليها علشان تفوز في الدوري. يعني المباريات اللي هي بتكون الى حد ما مفروض ان انت داخلها وضامن الثلاث نقاط، حتى كانت صعبه فيها تنافسيه، بس المفروض المباريات اللي زي كده بتبقى داخلها وضامن الثلاث نقاط، هي دي المباريات اللي ممكن تعتمد عليها للفوز في الدوري والتقدم. فوقد كان الحمد لله احنا حققنا لحد دلوقتي انجازات عديده جدا هذا الموسم تحت قياده كولر، نتمنى المزيد من التالق. قبل بقى ما نخش على موضوع كلايتنبرج لان ده عايز كلام كتير، خلينا ننوه عن الفقرات اللي معانا النهارده. الى جانب طبعا الساعه الاولى واللي كان معتاد هنفتح من خلالها الكثير من الملفات اللي تهم حضراتكم، وطبعا هنتكلم عن ماتش امبارح وهنتكلم عن اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله، اللي خلاص بتفصله ساعات عن السفر للمغرب للمشاركه مره جديده في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. دي الساعه الاولانيه. الساعه الثانيه هيكون عندنا فيها ثلاث فقرات حواريه. الفقره الاولى هيشرفنا فيها الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي، الفقره الثانيه هيشرفنا فيها الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، وثالث وآخر فقراتنا هتكون فقرة طبية مسجلة مع الدكتور باهر السعيد. ده طبعا بالإضافة لأن احنا في حلقتنا النهاردة عندنا سؤال خاص بالسوشيال ميديا كنا بنتساءل فيه بالزبط. وبنتكلم فيه امبارح أنا ونهاوي. ده كان حديث الساعة خلينا نقول طبعا. بالأمس طبعا حضراتكم أكيد تابعتوا، وعالميا كمان مش بس على مستوى يعني محدود. احنا كنا بنتكلم عن في حال رحيل محمد صلاح عن ليفربول زي ما هو كان متداول، يعني زي ما تم تداوله، فمن وجهة نظر حضراتكم تحبوا تشوفوا محمد صلاح فين؟ او من وجهة نظر حضراتكم شايفين ان الخطوة القادمة لمحمد صلاح الافضل فين؟ هو طبعا زي ما انا كنت بتكلم انا وكريم امبارح اللي تم تصديره ان في كلام ان بي اس جي باريس سان جيرمان ممكن يكون احد الاندية المرشحة، في كلام عن برشلونة ولو ان يستبعد شوية التوقع ده، وفي كلام كمان ان ممكن ده اصلا ما يتمش، يعني خلي بالك برضه وارد ان اصلا ما يبقاش فيه رحيل، لان كده كده هو ماضي لغايه 2025 مع ليفربول، بس هيبان كل ده قلناه برضه امبارح خلال الايام اللي جايه. بس في حال ان هو راح اللي بعتوا لنا قالوا لنا فين تتوقعوا الافضل ليه. نروح بقى للنادي الاهلي واللي بيواصل طبعا انتصاراته المحليه بقوه، ونجح امبارح في انه يزود رصيده في بطوله الدوري بعد طبعا ما حقق فوز ثمين على البنك الاهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الدقيقه 32. بكده بقى حضرات بيرتفع رصيد النادي الاهلي الى 37 نقطه، وبيتربع بالتالي على قمه الدوري حتى هذه اللحظه، فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند النقطه ال 12. وبالمناسبه البنك الاهلي حاليا في المركز ال 16 في ترتيب الدوري. طبعا المباراه ابتدت بشكل سريع وحماسي من جانب الفرقتين، وشهدت الدقائق الاولى محاولات مكثفه من جانب لاعبي النادي الاهلي. طبعا حاول عبد القادر ان هو يسجل بكره قويه لكنها مرت اعلى المرمى. استمر الضغط مع التصدي لهجمات الفريق المنافس لحد ما اتفكت شفره المباراه عن طريق محمد شريف اللي سجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء.
بص الماتش تاني هنرجع، الماتش كان حلو جدا، انا سعيده جدا بمحمد شريف وعودته. عجبني في الماتش كمان استمرار محاولات اللاعبي الاهلي عندنا اكتر من مره ان هم بيتكلموا على التسجيل وعلى الهجمات اللي يمكن كمان استمرت يا كريم لغايه اللحظات الاخيره. احنا ما شفناش مثلا في الشوط الثاني بس او في الشوط الاول بس او مثلا في وقت معين من المباراه، لا احنا شفنا على مدار الماتش كله، على مدار ال 90 دقيقه بتتكلم في كده يعني. لا وشفنا كمان كوره كانت حلوه من كوكا اتصدى ليها محمد ابو جبل، بس كانت حلوه طبعا يعني. اداء خلينا نقول لاعبتنا فعلا كان كويس جدا. خالد عبد الفتاح لو تسمحوا لنا كمان نتكلم عن خالد عبد الفتاح، يعني هقول ايه، يعني هذا اللاعب المحترم جدا الصاعد الواعد زي ما بيتقال كده، واللي هو جاي من سموحه وجاي عنده رغبه وعنده فرصه عظيمه ان هو كمان يعني ينجح مع النادي الاهلي، هذا النادي اللي اعتقد كل لعيبه العالم، مش هقول العالم خلينا اقول مصر، بيتمنوا ان هم ينضموا ليه، كل لعيبه مصر بيتمنوا ان هم يلعبوا فيه. ان شاء الله نبقى نوصل كمان ان هو كل لعيبه العالم، نتمنى ذلك على فكره. ايه المشكله؟ ما هو حصل على اكبر يعني نسب برضو جوائز بمقارنه بانديه اخرى. فاحنا بنتكلم هنا على جائزه كمان افضل لاعب في الماتش بعد ما قام او يعني قدم اداء اكثر من رائع، وكان ليه كمان دور كبير في الفوز اللي حققناه، فاعتقد ان هو كان يستحق رجل المباراه صحيح. بالامس بس صحيح. هي حلوه يا كريم ان انت عندك زي ما بتقال صفقه جديده، بس صفقه جديده وفي ايام قليله جدا قدرت ان هي تحقق نفسها او تثبت نفسها على الارض رغم تشكيك البعض. هو ده اللي كنت عايز اقول لك عليه، يعني ده ما منعش ان برضه في فئه معينه من الناس اللي هي ايه قاعده بتدور على اي ميه عكره عشان تصطاد فيها. فبقول لك صفقات الاهلي ونبتدي نسمع تشكيك في صفقات الاهلي، اهو صفقات الاهلي بتعبر عن نفسها على ارض الملعب الحقيقه. خلينا نشوف تصريحات عبد الفتاح ونرجع نكمل. النادي الاهلي طبعا نلعب فيها حته، نلعب سيرت باك، نلعب باك رايت، نلعب باك ليفت، للكوتش شايفه طبعا، واحنا هنجتهد على قد ما نقدر، واللي نقدر نعمله بنعمله يعني الحمد لله. شايف جماهير النادي الاهلي ودورها وخلاص، خالد بقى من اللعيبه اللي دخل قلوب جماهير النادي الاهلي خاصه على ادائك الاكثر من رائع في مباراه الزمالك الاخير، شفت الحب ده ازاي؟ اقرب القريبين منك شافوا الامر ازاي؟ اكيد انت شفت الامور اختلفت كمان بعد مباراه الزمالك. لا شكرا، بشكرهم جدا على الدعم، دعم يخلي اي حد في التوب فورم بتاعه، فبشكرهم جدا على الدعم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونجيب اكبر عدد بطولات السنه دي ان شاء الله. اخيرا يا خالد نختم معاك، بعد ايام من تعاقدك مع النادي الاهلي وجودك في النادي الاهلي رايح تلعب كاس عالم، شايف الامر ده ازاي؟ واعتقد ان هو حلم كبير جدا لاي لاعب ان اول بطوله ليه ما يكون بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم. احساس طبعا لا بالفخر واحساس بالمسؤوليه في نفس الوقت. الحمد لله وبشكر ربنا، وده كان حلم وان شاء الله هيتحقق ونلعب في كاس عالم وان شاء الله نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله باذن الله. تتفقي معايا ولا تختلفي بان اللي بيحصل واللي بنشوفه من اللعيبه الجداد اللي انضموا مؤخرا للنادي الاهلي في رساله قويه لكل المشككين؟ طبعا في رساله قويه جدا، وانا بشوف يا كريم برضو ده نجاح لكولر، يعني فكره هنا من ساعه لما كولر بجد بدا مع النادي الاهلي، وده بنتكلم عليه زي ما بتقال بالورقه والقلم برضو، تلاقي فيه عوده للكيمستري الحلوه ما بين اللعيبه وبعض. قصه ان لاعب جديد يجي ينضم للنادي الاهلي دي مش جديده، ان هو بيندمج على طول، بس القصه ان هو يندمج على طول ويتالق على طول في وقت قصير جدا، ده اعتقد نجاح، وان دل يدل على نجاح المدير الفني بجد. مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي انا بكن ليهم كل الاحترام، ومش انا بس برضو بلغه الارقام نقدر نقول ده، محقق نجاحات عظيمه جدا، ما خسرتش ولا مباراه لحد دلوقتي. اللعيبه بتاعتك حتى اللي هي الصفقات الجديده قدرت ان هي تثبت نفسها في وقت قصير جدا، يمكن ده احنا مش معتادين عليه في انديه كتيره، والابطال على فكره ونجوم كبيره جدا في كره القدم العالميه، مش سهل ان انت تنتقل من نادي لنادي وتحقق على طول انجازات على الارض. ومش عايزه اقعد اقارن بقى، يقول لك انت بتقارن مين بمين والسخافات اللي بتتقال دي، فانا مش دي قصتي. قصتي انا بتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي، النادي الاهلي قادر بصفقاته ان هو يثبت للجميع زي ما انت كنت بتقول المشكك، ان انت عندك حد لما بيتحط اسمه على يعني اسم النادي الاهلي كده او بيان النادي الاهلي خلاص هو بيرتبط بيه، يبقى هو اكيد على قدر المسؤوليه. انا سعيده جدا بعبد الفتاح، وسعيده جدا مش بس بعبد الفتاح، كل الاسماء اللي عندنا، وسعيده اكتر ان كلايتنبرج يا دي كلايتنبرج كولر عامل لي مشكله موضوع والنبي هات لنا الخبر بتاع كلايتنبرج عشان اخلص. كولر بيدي فرصه
وبيثق في الصفقات الجديده، وفي نفس الوقت يعني زي ما احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، لما انت بتشارك صفقات جديده في ماتش القمه دي ليها رسائل كبيره قوي، ليها رسائل في الداخل وليها رسائل للخارج، اللي هم كانوا بيقول لك لا او اكيد مش هيعتمد غير على السكواد الكامل، طب هو كان هيقدم ازاي والسكواد ثلاث ارباعه مش موجود اصلا، حاجات زي كده كلها فيها رد على الارض، زي ما انا برجع اقول تاني اللفظ ده الرد بيبقى على الارض، فده نجاح للمدير الفني قبل اي حاجه كانت، ونجاح لمجلس اداره النادي الاهلي والطريقه التفكير اللي دايما بيفكروا بيها، ان عمرنا ما شفنا اي قرار عشوائي على فكره فيما يتعلق بمساله تعاقدات جديده او غيره، دايما اي قرار بيصدر عن النادي الاهلي بيكون ده قرار مدروس ومدروس كويس جدا ومبني بالكامل على فكر ممنهج، الهدف الرئيسي من وراه هو الصالح العام للنادي الاهلي وبطبيعه الحال للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، فطبعا دي عاده ودي طبيعه النادي الاهلي في هدوء وفي تاني وفي رويه بيتم التخطيط للمستقبل بشكل يضمن ان احنا نستمر على نفس المنوال ونفضل دايما ماشيين في التراك اللي بيحقق لنا في النهايه هذه الانتصارات اللي كلنا بنسعد اكيد وبنتشرف بيها. امبارح بالمناسبه استكمالا لكلامنا عن ماتش طبعا الاهلي والبنك الاهلي، امبارح كابتن سامي قمصان عبر عن سعادته بهذا الفوز اللي حققه الفريق امام البنك الاهلي، وقال الفريق حقق يعني المطلوب امام البنك الاهلي وحصد الثلاث نقاط ليستمر في التربع على قمه ترتيب جدول الدوري حتى هذه اللحظة، نسير بخطى ثابتة في جميع المباريات التي نأخذها في البطولة أو حتى في كأس مصر، خاصة قبل السفر إلى المغرب والاستعداد لكأس العالم للأندية التي ستقام في مطلع الشهر المقبل إن شاء الله. تابع كلام وقال الفريق يغادر القاهرة يوم 28 يناير القادم استعدادا لخوض مباريات كأس العالم للأندية، مؤكدا أن الفريق لديه طموحات كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة. طبعا كلام جميل وإن شاء الله خير وإن شاء الله يتحقق بحذافيره. تعال نسمع جانب أكبر شوية من تصريحات كابتن سامي قمصان، اتفضل. الحمد لله على الثلاث نقاط، ودي أهم حاجة بالنسبة لنا، الثلاث نقاط مهمين جدا زي ما أنت قلت، والراجل حذر قبل كده من مباراة النهاردة، دايما بعد المباراة الكبيرة بيحصل يعني مش عاوز أقول دروبي، لكن بيحصل يعني مش بتبقى بنفس الدوافع. الراجل اتكلم في النقطة ديت واتكلم في المحاضرة واتكلم بين الشوطين، كان بيأكد على المعلومة دي كتير جدا يعني، واحنا نفس القصة كدورنا، وكابتن سيد اتكلم في النقطة دي، يمكن برضو الغيابات اللي انت اتكلمت عليها برضو شكل الفرقة أثرت عليها، يمكن كان عندنا كذا تغييرة في الملعب يعني، النهاردة كان هاني حس بشد خفيف امبارح، حسين شحاتة عنده رشح في ركبته برضو خفيف، علي معلول الراجل فضل اللي هو يريحه، فكان برضو لما بتغير 3-4 لعيبة اعتقد بتاثر شويه على الاداء يعني، لكن الاهم ان احنا اخذنا ثلاث نقاط، وده بالنسبه لنا التحدي الكبير يعني، وان شاء الله بقى نركز في البطوله الكبيره اللي بالنسبه لنا، وطموح كبير ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه ابعد من اللي احنا حققناها ان شاء الله. كابتن سامي انا عارف ان في تفاصيل كتير جدا شغالين عليها كجهاز فني خلال الفتره الماضيه، مباراه بعد الثانيه كل مباراه اصعب من المباراه اللي قبلها، لكن عايز اسال حضرتك هل تعثر المنافس فريق فيوتشر ونتيجه التعادل النهارده ادت ارتياحيه شويه للاعيبه النادي الاهلي؟ انا عارف ان مستر مارسيل كولر وانتوا كجهاز طالبين من اللعيبه ان هي ما تركزش مع المنافس، افوز في كل المباريات بتاعتي. هو ده اللي الراجل بياكد عليه كل مره يعني، ان الاهم ان انت عشان تاخد البطوله بطوله الدوري لازم انت اللي تكسب الاول يعني، مش هتقعد تنتظر تعثر المنافسين يعني، لكن طبعا بتستفاد طبعا من التعثر ده، ودي حاجه طبيعيه. النهارده بالنسبه لنا النهارده الزمالك بيخسر وفيوتشر بيتعادل، مش عارف بيراميدز عامل ايه لحد دلوقتي يعني، لكن بغض النظر عن النتيجه يعني الحمد لله حاجه ايجابيه اللي انت تواصل لانتصاراتك وتواصل المكسب وتاخد ثلاث نقاط مهمين جدا، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه جدا يعني، لكن زي ما انا قلت يعني خلاص دي صفحه واتقفلت بالنسبه لنا، عندنا بقى تحدي تاني وطوله كبيره جدا يعني بتمثلها، بتمثل مصر وبتمثل قاره افريقيا، عندنا طموح كبير جدا، اللعيبه نفس القصه عندها نفس الطموح اللي عاوزه تروح لابعد مكان في كاس العالم ان شاء الله، ونلعب على المباراه النهائيه، فاستعدادنا بقى ان شاء الله من بكره، وان شاء الله السفر يوم 28، وان شاء الله نركز ان شاء الله يعني. كابتن سامي انا عارف ان انت قريب كتير جدا من المستر مارسيل كولر، وفي كلام كتير جدا بيدورك بين، اكيد ضر كلام على كاس العالم والتفكير في كاس العالم، النادي الاهلي بدا يستعيد بعض اللعيبه المصابين قبل كاس العالم، المشاركه هذا العام مختلفه، ايه ابرز الامور اللي بيتكلم فيها عن التحضيرات لكاس العالم؟ اكيد هو بيسال يعني على الاجواء عامله ازاي، وطبعا كان عارف النتائج اللي احنا عملناها يمكن السنتين اللي فاتوا، عارف شكل الفرقه، وطبعا هو راجل متابع لكل دي بطوله عالميه يعني، كل مدربين العالم اكيد بيتابعوها يعني، عنده طموح كبير جدا لو يحقق حاجه ايجابيه ويضيف حاجه كبيره
جديده للنادي الاهلي، عنده طموح كبير جدا، وجهاز نفس القصه عنده نفس الطموح دوت. ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ونعمل حاجه ايجابيه باذن الله. المرونه التكتيكيه اللي بتدوها للاعيبه، شفنا خالد عبد الفتاح في ثلاث مباريات بيلعب في ثلاث مراكز، شفناه بدا كباك رايت، بعد كده بيلعب مساك، النهارده بيلعب كظهير ايسر. اعتقد دي امور مهمه جدا بتبقى في اختياركم لاختيار اللعيب اللي فعلا يلبس قميص النادي الاهلي. وده اللي احنا اتكلمنا عليه سبب اختيارنا لخالد، يعني طبعا خالد عنده مرونه اللي هو يلعب في كذا مركز، يعني النهارده لعب باك رايت وباك ليفت، والماتش اللي فات لعب مساك، فدي حاجه برده ايجابيه. والراجل بيحاول اللعيبه برده بقى عندها كذا اوبشن اللي هي تلعب في كذا مكان. النهارده فخري برده بيلعب النهارده باك رايت في اول مره، يؤدي برضو اداء مميز بالنسبه لاول مره بيشارك في مكان زي دوت، يعني حاجه جديده. فالحمد لله حاجه كويسه بالنسبه لنا. يعني طاهر النهارده برضو بعد غياب كبير جدا بيؤدي اداء مميز فنيا وبدنيا. بيرستاو بعد غياب برضو كبير بيرجع لنا تاني الحمد لله باضافه. السوليه برضو الحمد لله بنطمن عليه النهارده، حاجه برضو من الحاجات الايجابيه. فاعتقد الحمد لله يعني الامور بالنسبه لنا ان شاء الله تمشي على زي ما الراجل يعني يتمناها، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في الاخر ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، توعدوا الجماهير بايه قبل السفر للمغرب؟ اعتقد دور كبير جدا لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق. طبعا اولا بشكرهم طبعا النهارده برضو نفس الدعم اللي بيعملوه كل مره لينا واللعيبه، التحفيز اللي بيعملوه، الدوافع اللي بيدوها اللعيبه، طبعا بشكرهم طبعا عليه. واتمنى ان شاء الله ان احنا كل مره بنتكلم فيها اللي احنا عاوزين هنقاتل عشان نحاول نوصل لاحسن حاجه عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي، اللي بالنسبه لنا هو ده التحدي الاكبر. يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق، وان شاء الله نوصل لمكانه ان شاء الله ترضي جمهور النادي الاهلي باذن الله. طيب هنعرض جزء كمان سريعا جدا من تصريحات مروان عطية عن امبارح والفوز امبارح، وكان اعلن ان هو يعني سعيد جدا بهذا الفوز وبيدي ثقه طبعا الفوز ده للاعيبه، وهم داخلين على كمان شوط كبير جدا. خلينا نتابع ونرجع نكمل. الحمد لله على الثلاثه بونت، كان ماتش مهم جدا، وبنلعب فرقه طالعه من خساره الماتش اللي فات من الاتحاد السكندري، فرقه كويسه بتلعب كوره، فالحمد لله يعني قدرنا ناخد الثلاثه بونت الحمد لله. يعني مروان عطية خلال ايام شفت ازاي حب جماهير النادي الاهلي، وانت عارف ان ارتداء قميص النادي الاهلي مسؤوليه كبيره، اسعاد جماهير النادي الاهلي مسؤوليه اكبر. اكيد طبعا اللي يلعب في النادي الاهلي لازم يكون قد التيشيرت وقد المسؤوليه، والحمد لله من الواحد من اول ما دخل النادي في اول يوم وهو الحمد لله يعني قادر ان هو يشيل المسؤوليه وقادر على المهمه الصعبه دي، وان شاء الله نفرح الجمهور. وانا من اول يوم دخلت في النادي ودخلت اوضه اللبس مش حاسس ان انا غريب، فعلا اللعيبه كلها والجهاز والعمال والاداره كله استقبلني فعلا استقبال كويس جدا، وما حسيتش ان انا غريب، والحمد لله خطوه عن خطوه الحمد لله الواحد بيمشي بصفه مستمره الحمد لله. مروان واحد من اللعيبه اللي يعني ثقه الجمهور فيه كتير، وكان مطلب من مطالب يعني اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مروان، شفت الامر ده ازاي؟ وعايز اكلمك على دور ايضا محمد الشناوي كباتن الفريق في تسهيل الامور دي، لان اول معسكر ليك انا شفتك مش حاسك غريب على النادي الاهلي. لا طبعا، ما انا بقول لحضرتك من اول يوم دخلت في النادي وانا دخلت في وسط اللعيبه قابلتني بشكل كويس، ما حسيتش ان انا غريب، عشان كده دخلت في الاجواء بسرعه، والحمد لله يعني ان شاء الله الواحد يقدم اكتر واكتر الفتره الجايه مع النادي باذن الله، ويفرح جمهور يعني مش جمهور، شعب الاهلي، وبشكرهم على دعمهم ليا من اول يوم دخلت في النادي، وان شاء الله ابقى ادي الثقه دي باذن الله الفتره اللي جايه. بعد ارتداء قميص النادي الاهلي بايام، النادي الاهلي هيلعب كاس عالم، اعتقد بيبقى حلم كبير جدا، ويعني جزء من احلامك بيتحقق خلال ايام مروان موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم. اعتقد كان حلم اكيد بتحلم ان انت تكون موجود في كاس العالم مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، انا والدتي الله يرحمها داعيه لي زي ما بيقولوا، يعني يعتبر اسبوع تاخد تروح بعدها باسبوع تروح كاس العالم للانديه، فدي حاجه كبيره وان شاء الله ومسؤوليه اكبر ان شاء الله، يعني الواحد يكون قدها وباذن الله نروح نحقق مركز كويس باذن الله، ونرجع ان شاء الله ونشرف الجمهور ونشرف النادي باذن الله. انا عارف ان اسرتك قاموا معاك بدور كبير، عايز تقول لهم ايه؟ ويعني والدتك الله يرحمها لو حابب تقول لها حاجه دلوقتي وانت بتحقق يعني حلم كان من احلامها ارتدائك لقميص النادي الاهلي، تحب تقول لها ايه؟ احب اقول لها الله يرحمك يعني ويدخلك في ساحة جناته، وكان نفسي تكوني معايا في لحظه زي دي، بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وبشكر اهلي، بشكر والدي واخواتي وخطيبتي، فعلا قاموا معايا بمجهود كبير جدا وبشكرهم، وكل اللي انا فيه ده دلوقتي بفضلهم الحمد لله. يعني اخيرا يا مروان، جماهير النادي الاهلي او اي حد بيتكلم على اللعيب اللي جاي النادي الاهلي اول كلمه بيقول عليها لابس شخصيه النادي الاهلي، قبل ما تتكلم على امكانيات او امكانيات، مروان واحد من اللعيبه اللي شخصيه النادي الاهلي.
الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يعني كده ابقى قدها، وباذن الفتره اللي جايه باذن الله يعني ابقى قد الكلام الكويس اللي بيتقال عليا ان شاء الله. تعالوا بقى حضراتكم نتكلم شويه عن هذا الملف الشائك واللي كتير جدا مننا كان مستني ومتعشم وبيعول على مارك كلاتنبرج ان هو هيظبط ويعدل الميله انجاز التعبير. طبعا من امبارح بالليل يعني كل احاديث كل المهتمين بكره القدم المصريه كانت بتدور حول استقاله الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. النهارده اتحاد الكوره هيعمل اجتماع طارئ للبت في امر هذه الاستقاله، لكن كمان كان في بيان رسمي امبارح لاتحاد الكوره اكد من خلاله على ثقته في لجنه الحكام اللي هتستمر في عملها بشكل طبيعي جدا بقياده الاستاذ محمد فاروق نائب رئيس اللجنه. طبعا هيكون قائما باعمال رئيس اللجنه، يعني هيتولى تعيينات الحكام في الفترة المقبلة وبشكل مؤقت ويباشر جميع مهام كلاتنبرج. طبعا بالمناسبة المدة اللي قضاها كلاتنبرج في رئاسة هذه اللجنة لم تتعدى 172 يوم، يعني ابتدى من يوم 5 أغسطس الماضي 172 يوم. فمن زاوية معينة لرؤية الأمور ممكن يتقال إن الراجل ما استحملش كمية العبث اللي هو شافه. من زاوية تانية زي عارفة بيقولك شر البلية وما يضحك أو هم يضحك وهم يبكي، زي ما حصل في مسرحية مدرسة المشاغبين، فاكرة المشهد بتاع سعيد صالح تقريبا كان بيتكلموا على رابسه وده اللي هينظف المنطقة التعليمية. ناس كتير قوي كانت باصة لكلاتنبرج نفس البصة دي وكان عندهم آمال عريضة إن الأحوال هتنصالح، لكن لم تنصالح الأحوال ولم يستمر كلاتنبرج في موقعه. فيا ترى إيه اللي هيحصل بقى في الملف ده الفترة الجاية؟ نيجي بقى لكلاتنبرج اللي انا عماله اتلخبط في اسمه من اول الحلقه. شوف يا كريم سريعا برضو، رقم واحد هذا الرجل لو حد هيتحدث هل هو كفء ام لا، هل لديه من الخبرات ام لا؟ لا، هو لديه من الخبرات ما يكفي او ما يكفي. هو كان يعني شارك في تحكيم، تكلم عن كاس العالم، دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي، بص في كل حاجه كان له بصمه، بلس ان هو كان بيشتغل في ملف التحكيم ده وراح وكان له بصمات عظيمه، وقلنا اخرها كان في اليونان وعمل نقله نوعيه في هذا الملف، الملف التحكيمي في دول عديده. لما جه مصر جه بسي في محترم جدا، وناس كتير وحضراتكم ياما احنا اتكلمنا هنا في قناه الاهلي مش بس في 10 الصبح في الاهلي، وعرضنا السي في بتاع الراجل وايه اللي هو جاي على اساسه وايه الانتقادات اللي هي كمان وجهت ليه، وكان هناك العديد من الانتقادات منذ قدومه ويمكن كمان قبل ما يعني يوصل للقاهره. وناس كتيره كانت ضد اصلا فكره التحكيم الاجنبي او فكره الخبرات الاجنبيه، وناس كتيره كانت قايله ان انا عايز استعمل او عايز اعتمد على التحكيم والخبرات المحليه، يعني كانت الاراء بمعنى اصح او باختصار شديد كانت مختلفه جدا. ولكن القصه هنا في نقطتين يا كريم، النقطه الاولى وانت اتكلمت فيها قبل كده كذا مره، وهي لما انت قلت احنا مش عايزين حد يجي يعمل لنا اصلاح لمنظومه وتبقى عبر زوم، لان هذا الرجل وده كان مش اللي متقال في الاول ان هو المفروض كان جاي هيكون متواجد معانا وهيبقى فيه زي ما بيتقال كده حاجه يعني اجتماعات ولقاءات وشغل، موجود الراجل موجود جسد وروح، مش عبر زوم مش عبر السوشيال ميديا او غيره. فده لم يحقق، فهو كان معظم الوقت بيدير هذه المنظومه للاسف الشديد لارتباطه بامور اخرى واعمال اخرى ومهام اخرى ومناصب اخرى خارج مصر، فهو كان بيدير شويه الموضوع وهو مش متواجد، كان عبر زوم، وده على فكرة مش حلو. بس الحاجة التانية اللي برضو عليه علامات استفهام وانت برضو ذكرتها سريعا في الخبر، قصة هنا ان مفيش حد بيستحمل، يعني مفيش حد بيجي. احنا معلش برضو عشان نتفق او نختلف، بس احنا عندنا مشاكل في التحكيم تاني، اللي شايف ان هو الاصلح ان هو يمشي او الاصلح ان هو يفضل لازم يبقى كلنا متفقين ان احنا عندنا مشكلة في التحكيم في الكرة في مصر، صح ولا غلط؟ ده اساسي. فلما نيجي حد بقى ينكر ده، ان انا شفت امبارح بعض ردود الافعال يا كريم حاجه كانت تضحك، يعني انا مش هذكر اسماء طبعا، بس يجي حد يقول لك على فكره احنا ما عندناش يعني فشل في التحكيم في مصر، ما عندناش فساد في الكره في مصر، ها واخد بالك؟ فلا هنا في ازمه بقى، احنا لا نتهم احد، بس واضح كده ان في حاجه مش ماشيه مظبوط، واضح ان في حاجه مش ماشيه مظبوط. فاللي هيجي ينكر ده يبقى عليه علامه استفهام بصراحه، يعني مش معقول كل ما بنجيب حد بيجي عشان يصلح منظومه يقوم هذا الرجل يقول لك انا مش قادر اكمل. طب وبعدين؟ طبعا لسه ما فيش معلومات ثابته، لسه في خلفيات كتيره جدا احنا لا نعلمها، البعض يقول لك ان هو تم يعني اهانته بشكل كبير والاتحاد ما دافعش عنه، ده برضو غريب، يعني انا مفروض بنتمي لهذه المنظومه، كيان بينتمي لمنظومه، المنظومه دي زي ما بتحميهوش في الاول وفي الاخر.
غريبة. فأنا أشعر منين بأمن؟ أنا حقي يجي إزاي؟ وده رجل أجنبي جايب خبراته مفروض أنه بيساعدنا أو بيقدم شغل مقابل يعني عائد مادي، إزاي يجي يهان بهذا الشكل إن كان الأمر بهذا الشكل أو بهذا الأمر؟ دي نقطة. النقطة الثانية جاي قال لك لا من كتر الشكاوي اللي بتقدم الراجل خلاص مش قادر وتقدم هيقدم استقالته. والنهاردة على فكرة في اجتماع هيبقى الساعة 12 علشان يناقشوا هذا الأمر، وأتوقع بنسبة كبيرة إن هيتم قبول استقالة كلاتنبرغ. هيجي بقى مين بعد كلاتنبرغ؟ الله أعلم يا كريم. هيبقى في خبرة أجنبية أخرى؟ الله أعلم. بس مفروض، بس هل الخبرة الأجنبية الأخرى، وده السؤال، هيبقى أفضل من كلاتنبرغ في إيه؟ وهل هيتم مهاجمته بنفس الطريقة ولا لأ؟ وهل هيتم الخوض في يعني مش هقول أعراض ولكن إهانته بهذا الشكل مرة تانية ولا لأ؟ وهل اتحاد الكرة والقائمين على الكرة المصرية هيدافعوا عن أي حد بيهان بهذا الشكل برضو ولا لأ؟ دي كلها أسئلة مش عندي إجابات ليها صراحة. لما بتكون الأمور عبثية بشكل مبالغ فيه وما تفقدي الحد الأدنى من المنطق في أي ملف من الملفات، عادي جدا إن احنا نوصل لكونكلوجن كده وكأن في حد مستفيد من استمرار العبث في الحياة الرياضية. وبكلم مع حضراتكم بشكل عام مش على واقع بعينها ولا حتى على التحكيم أو على كلاتنبرغ. تحسوا حضراتكم في كتير من الأحيان وكأن انصلاح الأحوال ده ضد مصلحة البعض من الناس اللي بيعملوا جاهدين على عرقلة عمليات الإصلاح لأسباب لا يعلمها سوى الله وهم، لكن إحنا في الآخر عايزين يبقى في منطق متحقق. ما ينفعش يبقى إحنا ما عندناش يعني الحد الأدنى المطلوب من المنطق لازم يتوفر باختصار شديد. والكلام ده على كل الأصعدة وفي كل المستويات، في الرياضة وفي غير الرياضة. إحنا في كتير جدا من الأحيان لما بنستعين بخبرات أجنبية، تاني أنا بكلم حضراتكم بشكل عام، ساعات الخبراء الأجانب لما بيجوا بيشوفوا حجم عبث هم مش متعودين عليه. يعني هم عندهم يعني في كواليتي معينة للحاجات اللي هم بيبقوا بصدد محاولة إصلاحها، لكن لما يبقى الموضوع عبثي بشكل مبالغ فيه بطبيعة الحال كل واحد عايز يحافظ على اسمه. عشان النجاحات اللي انت ذكرتيها من شوية وقعدت تعدديها لكلاتنبرغ، ما هو مش عايز يفقد السيفي المحترم ده بفشل مثلا في محاولته لإصلاح منظومة ما ومعرفش يعني يصلحها لأسباب بالكامل خارجة عن إرادته. مش عارف. عموما أكيد برضو هنرجع ونقول كلها ساعات والصورة تتضح. طبعا ملف مهم هنتابعه مع حضراتكم، أكيد هنتابعه بشكل يعني تفصيلي كمان في الأيام اللي جاية، وخصوصا كمان هيكون أكيد في تغطية على قناة النادي الأهلي لأن الاجتماع الساعة 12 هيكون البرنامج بتاعنا خلص، بس أكيد هيكون في تغطية في البرامج المختلفة يعني من زملائنا الأعزاء على قناة النادي الأهلي وكمان في المنابر الإعلامية المختلفة، يعني لأن ده ملف مهم وأعتقد يهمنا كلنا. تعالوا ننتقل لملف منتخب مصر لرجال كرة اليد، واتكلمنا ومتابعين هذه البطولة الأكثر من رائعة. النهاردة عندنا ماتش مهم جدا الساعة 9:30، وبنتكلم ان هو ماتش مش سهل. احنا كنا لا نتمنى ان احنا يعني نلعب مع السويد، كنا قلنا يا رب نتعادل او نكسب مع الدنمارك علشان نقدر ان احنا نلعب المجر، لكن اللي حصل ان احنا خسرنا، بس خسرنا برضو بسكور مش وحش لما تتكلم على 30-25 مع الدنمارك بطل العالم. فبرضو دي حاجه ما تزعلكش قوي، بس تقول يعني يا ريت كنا نقدر ان احنا نوصل او ان احنا كمان نحقق نتيجه افضل من كده. عندنا مع السويد النهارده برضو مباراه مهمه جدا. احنا يمكن قبل كده في اولمبياد طوكيو في اخر مواجهه يعني احنا نجحنا في تحقيق الفوز عليهم، لو حضراتكم فاكرين كانت بالنتيجه جميله، كانت بالنتيجه 27-22، لكن ده برضو لن يمنع من ان هو منتخب تقيل جدا. نتمنى التركيز والتوفيق لمنتخب مصر لان لسه قدامه يعني تحديات كبيرة طبعا. بس كل اللي احنا بنتمناه ان هم يقدموا اللي يقدروا عليه ويقدموا الافضل عندهم، والنتيجة خلاص طالما انت حاسس ان المنتخب بتاعك او الفريق بتاعك او اللاعب بتاعك عمل اللي عليه وزيادة، حتى لو كانت النتيجة مش اللي انت بتتمناها بس انت بتشوف ان هو يعني عمل اللي عليه وخلاص، هذا يحترم، هذا الاداء يحترم. بس مصر حقيقي في كرة اليد تستحق يا كريم طبعا اعلى المراكز طبعا، لان طبعا الناس دي بتشتغل بصراحة. الاتحاد بتاعهم محترم، اللعيبة اكثر من رائعة او اكثر من رائعين، كل حاجة متوفرة، فبالتالي ما فيش حاجة تنقصهم. كمان فكرة الاحتراف وثقافة الاحتراف اللي بقت في الفترات الأخيرة، يمكن كابتن محمد عبد الوارث تحدث معنا في الفترة اللي فاتت قال لك الاحتراف ما كانش قوي في فترات قديمة أو أزمنة ماضية، لكن دلوقتي فكرة الاحتراف والخبرات وانت عندك اللاعب بيسافر يشوف خبرات مختلفة ويرجع ويغذي المنتخب، كل ده كان للصالح. اختيار كمان منتخب عفوا مدير فني للمنتخب جيد برضو ده بيبقى للصالح العام لهذه الرياضة. فبالتوفيق إن شاء الله. ما هو عشان المدير الفني جيد وعشان كواليتي اللعيبة المصرية في كرة اليد كواليتي جيدة جدا بل وممتازة،
وصلنا في نهايه المطاف ان احنا بقالنا مثلا هنتكلم على اخر سنتين ثلاثه بسم الله ما شاء الله. لا الحقيقه منتخب مصر كره اليد عامل شغل اكتر من رائع وخلاص بقى يعني ايه عدى بسقف طموحات الناس لمراحل غير مسبوقه، وصل بيهم فعلا لمراحل غير مسبوقه، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. مزيد من التفاصيل حول الطقس المتوقع الايام القليله القادمه احنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم استاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. طبعا احنا بقالنا يومين ثلاثه كلنا بنشهد ارتفاع يعني نسبي بس ملحوظ في درجه الحراره والاوضاع مستقره، يا ترى الحاله دي هتستمر معانا الايام اللي جايه عبر كمان الويك اند ولا في كلام هيستجد الايام اللي جايه ان شاء الله؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، يمكن من نهايه الاسبوع الماضي وبدايه هذا الاسبوع درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدل اللي احنا متعودين عليه دايما في شهر يناير بحوالي 3 الى 4 درجات، وده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في صفات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، كمان في كتل هوائيه معظمها قادمه من على الصحراء فمرتفعه في درجات حرارتها، فبالتالي بنحس بارتفاع درجات الحراره خاصه فتره النهار وفتره الظهيره. العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 22 و 23 درجه مئويه فتره النهار، يمكن ذروه الارتفاعات دي هتكون يوم الجمعه القادمه، العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاحنا فتره النهار الى منتصف الاسبوع القادم هنحس بالدفء والاستقرار في الاحوال الجويه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتبدا تغيب بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء من بارده لشديده البروده على اغلب محافظات الجمهوريه، الصغرى فتره الليل هتتراوح ما بين ال 12 وال 13 درجه مئويه على القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد اقل من 10 درجات خلال فتره ده بالنسبه لدرجات الحراره. الظاهره الجويه المؤثره معانا يمكن غدا هو تكون الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هتكون كثيفه بشكل كبير على محافظات شمال الصعيد، مدن القناه، وسط سيناء، سواحلنا الشماليه، فمهم جدا ناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه غدا الخميس ان شاء الله على اغلب المناطق دي، ومعاد تكون الشبوره المائيه بيكون في ساعات الليل المتاخر بتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. طيب حضرتك قلتي ان الارتفاع الطفيف في درجات الحراره هيكمل معانا لغايه نص الاسبوع الجاي، هل معنى كده ان النص الثاني من الاسبوع القادم هيشهد انخفاض مره اخرى في درجات الحراره نهارا وليلا؟ هتبدا درجات الحراره تنخفض عن الايام اللي احنا بنعيشها خلال هذه الايام، احنا هنا متجاوزين ال 20 درجه مئويه، يمكن احنا بنقول وصلنا ل 25 درجه مئويه يوم الجمعه مع نص الاسبوع مع يوم الثلاثاء تبدا تدريجيا درجات الحراره تنخفض، تعود دي المعدلات الشتويه اللي احنا معتادين عليها ان شاء الله خلال فتره النهار وخلال فترات الليل. عاوزين نحذر كمان يوم الجمعه القادمه هيكون في نشاط الرياح على اغلب محافظات الجمهوريه خاصه المناطق الشماليه، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والارتبه خاصه في المدن الجديده والاماكن المكشوفه، مهم جدا نحذر منه عشان اصحاب الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا هنخرج يوم الجمعه يبقى في كمامات مرتدين الكمامات عشان الارتبه، لهنا هيبقى في بعض الارتبه والرمال المثاره يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، لكن بصفه عامه الاجواء شبه مستقره، حتى كمان فرص الامطار المتوقعه معانا يعني يوم الخميس او يوم الجمعه هي فرص امطار خفيفه جدا على السواحل الشماليه الغربيه لكن غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه. جميل تمام، طبعا شاكرين لحضرتك وجودك معانا ومشاركتك لينا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر دكتوره منار غانم. معنى الكلام ده باختصار اجلي الشتوي واطلعي بالكمامه، ده شيء صعب جدا. لا بس انت خدت بالك الوادي الجديد 24 ما رحناش ليه؟ ما هو خلاص ال 20 جايين الوادي الجديد، انا عمري ما رحت الوادي الجديد ولا انا برضه، بس احنا كده كده خلاص احنا دخلنا برضه تاني في الاجواء اللي هي ايه الدافئه تعالي نسميها. عايزين بس نفكر الناس قبل الفاصل كمان بسؤال السوشيال ميديا مره ثانيه، كنا بنسال حضراتكم في حال ان محمد صلاح ترك ليفربول او يعني تم الاستغناء عنه زي ما بيقال حاليا، هل بتعتقد ان النادي الامثل ليه مثلا بي اس جي زي ما بيقال ولا انهي نادي بتقترح ان هو ينضم ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها برضو قبل ما انسى، لان امبارح كان النهارده ايه؟ النهارده 25، امبارح كان 4، النهارده 25. ايوه ايه ده؟ كل سنه واحنا بخير. شككتيني في التاريخ، شككتيني في التاريخ. ايوه 25. 25 كل سنه واحنا بخير، دي ذكرى جميله جدا، وكل سنه وضباطنا بخير، وكل سنه كمان يعني هقول ايه؟ مش هقول اهالي الشهداء بخير، بس ربنا يصبرهم على
التضحية العظيمة اللي بيقدموها. أنا على فكرة امبارح كنت في احتفال خاص بعيد الشرطة وكنت التقيت ببعض يعني أسر الشهداء وأمهات الشهداء. أنا عايزة أقول لك والله قعدت أتكلم معهم يا كريم، بتتعلم منهم الصبر، بتتعلم منهم طبعًا حاجات كتيرة جدا. ربنا والوطنية ويصبركم يا رب على كل المجهود العظيم اللي بتقوموا بيه. فامبارح كان برضو حدث غريب، أنت عندك ثلاث استقالات، يعني كنت نسيت أقول الموضوع ده في الأول، عندك فيريرا مدراء فنيين، عندك كلاتنبرغ، وعندك كابتن إيهاب جلال. امبارح ثلاث استقالات تقريبا، في حد رابع كمان بس يعني هفتكر مدير فني لسيراميكا لو انا مش غلطان، بس هم تقريبا اربع استقالات. متاكد بقى ده يوم الاستقالات غريب جدا 24/1 ده. نروح فاصل، وبس قبل الفاصل، وانا ليه عامله كده وانت عامل كده؟ انا منظمه صح؟ انا حاجتي منظمه دي، انا حاجتي قدامي والورق متستف فوق بعض. أنا بس على فكره انا فعلا مش منظمه ان جنرال. شكلك كنت بتذاكري كده. انا كنت بذاكر كده وقال دي حقيقه، احنا شخصيتين. نروح فاصل ونرجع نكمل. يلا اتفضل. رحب بحضراتكم مرة كمان، ودلوقتي نروح لأخبار النادي الأهلي ومراسلتنا هنا أبو القاسم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا بونجور، صباح الخير عليكي وسامعينك، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. مقرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق أنهم يواصلوا التدريبات بدون راحة سلبية بعد الفوز أمس طبعا على البنك الأهلي بنتيجة 1-0. النهاردة تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، والمران بدأ الساعة 10 صباحا، ويعني لسه مستمر حتى الآن. طبعا فوز أمس كان فوز مهم جدا، يعني النادي الأهلي رفع رصيده من النقاط لسبعة وتلاتين نقطة، وكان فوز مهم قبل بقى المغادرة لكأس العالم للأندية عشان بقى يحافظ على فارق النقاط ويفضل طبعا متصدر جدول الترتيب. يعني بنتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة الطايرة. ورجال الماسترز النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق سمو، المباراة تكون الساعة 4 العصر على صالة استاد القاهرة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان الفريق هيكون عنده مباراة غدا أمام فريق باتروجيت، المباراة غدا هتكون الساعة 2 العصر أيضا على صالة استاد القاهرة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم حتى الآن فازوا في جميع المباريات، بنتمنى لهم إن شاء الله أن هم يستمروا بنفس الأداء. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة السلة. ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة، المباراة القادمة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق المصرية للاتصالات ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. والحقيقة أنه أيضا رجال كرة السلة ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة السوبر، فازوا في جميع المباريات، كمان الحقيقة بيقدموا أداء قوي جدا في البطولة. يعني آخر مباراة شفناها كانت أمام فريق طلائع الجيش وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 183، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء وأيضا يفوزوا في مباراة الجمعة القادمة. ننتقل بقى لكرة السلة سيدات، وامبارح كان تم الإعلان عن القائمة المبدئية اللي هتشارك مع منتخبنا الوطني، والقائمة كانت بتتزين بسباعي النادي الأهلي، اللاعبة سرية محمد، اللاعبة رنيم الجداوي، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، نهى شتا، جانا الألفي، وحبيبة محمد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق مع منتخبنا الوطني، ونتمنى أيضا لجميع اللاعبات المشاركين مع المنتخب كل التوفيق. خلونا بقى أخيرا ننتقل للعبة كرة اليد. وسيدات كرة اليد أمس بيفوزوا على فريق البنك الأهلي بنتيجة 36-17 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 15-5 والشوط الثاني والمباراة بنتيجة 36-17. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خلوني أنقل لكم أنشطة اللجان، خصوصا إن إحنا خلاص داخلين على الويك إند وبيكون في عدد من الأنشطة في الويك إند. لجنة الشباب بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بتعلن عن إقامة بطولة بادل تنس طبعا لعائلة النادي الأهلي. البطولة إن شاء الله هتكون يوم 27/1، يعني يوم الجمعة القادم، بفرع مدينة نصر. البطولة بتبدأ من 16 سنة. كل بقى الأعضاء اللي حابين يشاركوا ياريت يتجهوا لفرع لإدارة العلاقات
العامة. كمان الحقيقة لجنة الطفل بتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بتعلن عن إقامة يوم ترفيهي للأطفال، هيكون يوم السبت القادم، يعني هيكون طبعا هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون بمشاركة 100 طفل من مواليد 2008 حتى مواليد 2020. هيكون طبعا يوم مميز مليء بالأنشطة. أيضا لكل الأعضاء اللي حابين يشاركوا ياريت يتجهوا للإدارة إدارة العلاقات العامة ويسجلوا اسمهم، بيكون يوم مميز جدا. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية رائعة كالعادة منك زميلتنا العزيزة جدا هنا أبو القاسم، شكرا ليك. نروح بقى معاكم لسلسلة جديدة من الأخبار. عايزين نعرفكم أن الاتحاد الفولندي لكرة القدم أعلن وبشكل رسمي تعيين البرتغالي فرناندو سانتوس مدرب للمنتخب حتى عام 2026، خلفا للمدرب المقال بعد نهاية بطولة كأس العالم في قطر 2022. وقتها ودع المنتخب البولندي البطولة من دور الـ 16 على يد منتخب فرنسا. المدرب الجديد رحل عن منتخب البرتغال عقب نهاية المونديال هو الآخر لفشله في الوصول لدور نصف النهائي. سانتوس قاد المنتخب البرتغالي من أول سنة 2014 ولمدة 8 سنوات في 109 مباراة، حقق خلالها 68 فوز، 21 تعادل و20 خسارة. فاز كمان معاهم بلقب الأمم الأوروبية يورو 2016 وبطل دوري أبطال دوري الأمم الأوروبية في 2019. بس بحب بقى الإحصائيات اللي جاية دي قوي، أي حاجة لها علاقة بأرقام أو غيره بتبقى لذيذة جدا. شبكة أوبتا العالمية هي عملت كده زي دراسة أو كشفت عن قائمة لأكثر خمس لاعبين سرعة في الدوري الإنجليزي، بنتكلم لموسم 22 موسم 23. تصدرها مين بقى؟ هو نجم على فكرة صاعد جدا، هو الأوكراني ميخائيل مودريك لاعب تشيلسي. طبعا هو تصدر أسرع أو قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وبالأرقام كده 22.76 مايل. بعد كده يجي بعدي أنتوني جوردن من إيفرتون، طبعا بتتكلم في 22.68 مايل، لا عفوا 22.74. بعد كده داروين نونيز من ليفربول 22.68 مايل، ويجي بعد كده هالاند حبيبك مانشستر سيتي 22.50 مايل، ودينيس زكريا من تشيلسي 22.42 يعني ما علينا. طب وبالنسبه لابننا محمد صلاح؟ لا ما كانش ضمن القائمه، بتكلم على اسرع مش الافضل، الاسرع في الدوري الانجليزي ده كان بقى. بس انا بحب الحاجات دي كل فتره ما بتتعمل بصراحه. عايز أنا أختم أنا وإنت بقى بالخبر اللي جاي. فكرة هنا الناس اللي بتدور على الباشن بتاعها، يعني القصة اللي احنا هنتكلم عنها أو الخبر احنا هنتكلم عنه ده خاص باللاعب طبعا الدولي الكبير جارث بيل، اللي أعلن طبعا لاعب ريال مدريد، اللي أعلن مؤخرا أنه هو خلاص أعلن عدم مشاركته في أي بطولة تانية وأعلن اعتزاله. لكن هو كان دايما بيتكلم، وإحنا كلنا كنا عارفين هو كان شارك قبل كده في فكرة الرياضة اللي هو بيحبها الأكتر يمكن لقلبه، الجولف. فهو بيفروض ان هو اعلن ان هو بيشارك في بطوله الجولف في ولايه كاليفورنيا اللي هتنطلق مفروض اول يعني فبراير. فهي دي النقطه، بص انت تبقى لاعب في رياضه وليك اسم وبتلعب مع انديه كبيره جدا وليك باع كبير جدا، بس انت الباشن بتاعك في حته تانية. فهو قرر ان هو يعتزل كره القدم ويروح للباشن بتاعه، الحاجه اللي هو بيحبها وهي الجولف. ففي الاول في الاخر انا بشوف ده قرار حلو جدا، يعني انت مش مفروض حد يجبرك على حاجه، مش مفروض حد علشان العرف بيقول كذا فانا لازم ابقى بلعب لعبه معينه عشان وصلت فيها لباع كبير عشان هو ده الامان. عارف الكومفورت زون دي ابشع حاجه، يعني فكره انت تفضل عايش في الكومفورت زون، اخرج بره الكومفورت زون، شوف انت بتحب ايه، ايه اللي بيسعدك اعمله. فانا بحب جدا، يعني انا من الناس اللي طبعا الاراء اختلفت، بس انا من الناس اللي حابه جدا اللي هو عمله والقرار اللي هو خده، حتى لو هو نجم كبير وكان مع نادي كبير، بس هو عنده باشن اكتر، عنده حب اكتر لرياضه الجولف، فساب هنا او اعتزل هنا وبيكمل مشواره الرياضي في حته ثانيه او مع رياضه اخرى. ما هو عشان لاعب كبير وبيلعب في نادي كبير، ده اللي خلى ناس كتير قوي تندهش من القرار ده. عايز جرأة برضو، عايز يعني بعد ما الواحد يكون قطع شوط كبير جدا تجاه النجومية مش مجرد تجاه التميز، لكن في الآخر يبقى قراره. بس هو طالما هو سعيد بيه أكيد هو أدرى الناس بكل التفاصيل اللي خلته في الآخر يتخذ هذا القرار. على كل الأحوال إحنا كلامنا مع حضراتكم أكيد لم ينتهي بعد، هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل الأستاذ محمد ناجي النقد الرياضي في أول فقراتنا الحوارية. خليكم معنا.
اهلا بكم مره ثانيه عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. طبعا تابعنا مع حضراتكم يعني مجموعه لقطات كده من التدريبات الصباحيه للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اللي اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. لكن احنا في الفقره دي هنفتح مع حضراتكم مش بقى ملف مختلف، مجموعه من الملفات في رياضات مختلفه بدايه كده وفي رحله مليئه بالانتصارات ضمن بطوله العالم لكره اليد المقامه حاليا في السويد وبولندا. منتخبنا الوطني الحقيقه استطاع ان يفوز على مجموعه من المنتخبات الكبيره جدا ونجح بالتالي في انه يذهب بعيدا في هذه البطوله ورفع بالتالي سقف التحدي. منتخبنا الوطني تعرض للخساره الاولى ليه في هذه البطوله على يد منتخب صاحب بطولات وصاحب تاريخ كبير في هذه اللعبه وطبعا المنتخب الدنماركي. منتخب الفراعنه بيواجه اليوم السويد صاحبه الارض والجمهور في مباراه مصيريه للمنتخب في مشواره، وطبعا عايزين نتكلم بقى في تفاصيل هذا اللقاء والمتوقع فيما هو قادم ان شاء الله بالنسبه لمنتخبنا في كره اليد. معانا الناقد طبعا اللي مشرفنا الاستاذ محمد ناجي عشان هنتكلم معاه في هذه التفصيله وفي غيرها كتير من التفاصيل. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. احنا بقى لنا فتره بنتكلم عن كره اليد وبنحاول ان احنا يعني خطوه بخطوه مع المنتخب بنحلل كل مباراه. هننتظر بقى شويه لغايه لما نشوف الفينال هيبقى عامل ازاي، بس خلينا النهارده بما ان احنا عندنا مباراه برضو استاذ محمد قويه مع السويد نتكلم شويه في يعني نسب ان شاء الله النجاح، نسب الفوز هنا وهنا قد ايه، خصوصا ان احنا في طوكيو طبعا اولمبياد طوكيو حققنا فوز عليهم، فالموضوع مش حاجه صعبه قوي ان شاء الله. اكيد منتخب مصر منتخب كبير يمتلك كل الادوات وكل العناصر اللي تجعله ند قوي جدا لمنتخب السويد. منتخب السويد واحد من ضمن اقوى المنتخبات على مستوى العالم طبعا، مش في الدوره دي ولا الدوره اللي فاتت، ده في تقريبا في 10 نسخ متتاليه ورا بعض منتخب مرشح وسط بقى كمان وسط ده هيزود من الصعوبه. احنا هنلعب كمان على يعني الطبيعي ان المباريات اللي فاتت كلها كنا بنلعبها على صاله مالمو، كانت لحد ما الصاله نفسها اصغر من الصاله بتاعت ستوكهولم، صاله كبيره طبعا بتشيل اكتر من 15000 من 15 ل 20000. اعتقد المؤازره الجماهيريه النهارده هتكون يعني تكاد تكون فوق ال 95% أكيد لصالح المنتخب السويدي. اكيد في جاليه مصريه موجوده في السويد هتآزر المنتخب وتحاول انها تكون موجوده معاهم وتدعمهم، ولكن النسبه طبعا هتكون المقارنه هتكون ظالمه تماما. اتمنى التوفيق، ما نتسرعش، ما نرتكبش الاخطاء اللي احنا ارتكبناها في مباراه الدنمارك. احنا في مباراه الدنمارك كنا داخلين عكس ما دخلنا مباراه الدنمارك قدام منتخب مصر في نسخه 2021 تماما. يعني مختلفين في ايه؟ مختلفين مش في أداء مش كادوات او كعناصر، مختلفين في الفكر. انت قدام ماتش الدنمارك اللي كان على ملعبك كنت انت عارف كويس جدا انك بتلعب بطل العالم، شايل من عليك الضغوط، انت نازل تقدم مباراه قويه، انت نازل تقدم مباراه ند بند، يعني جيم هم ست لعيبه قصاد ست لعيبه، في الاخر انت بتحاول ان انت تقدم افضل ما عندك. واحده واحده بدات قربت الجيم بينك وبين الدنمارك، انت مره تطلع عليهم هم مره يطلعوا عليك، فالدنيا كانت حتى مشوقه يعني كل اللي تابعوا المباراه حتى التقرير بتاع الاتحاد الدولي كتابه عن المباراه نفسها قالوا ان دي مباراه دراماتيكيه، يعني مش القصه انه كان احداث هو في فريق، يعني مثلا زي مباراه اول امبارح كانت الدنمارك من بدايه الجيم هم ده نازلين فارضين اسلوبهم، بادئين المباراه بتركيز كبير جدا، عملوا فرق قدروا ان هم يرتكزوا عليه ويمشوا الجيم زي ما هم عايزين. لكن مباراه مصر 2021 الدنيا كانت مختلفه، الدنمارك بدات في الاول، بعديها احنا رجعنا في النتيجه، بعد كده احنا تقدمنا، هم رجعوا في اخر ثواني، فكان المباراه مشوقه بشكل كبير جدا. اتمنى ان احنا النهارده ما نتسرعش، نلعب نفرض اسلوب لعبنا على السويد، لان لو جريناهم في السرعه يعني انا عايز اقول لحضرتك انه حتى هم كنسب احصائيات وارقام نسب الفاست بريك عندهم اقوى من اقوى المنتخبات على مستوى البطوله في احراز الاهداف من الفاست بريك، فلو انت فقدت الكوره نسب تسجيلهم ليها هتكون اعلى بكتير طبعا. هيبدا يصدر عليك انت طبعا ضغط ان انت بتجري ورا النتيجه، انت بتجري ورا طبعا مش قادر انك فانا اروح اخلص هجمتي جون واستنى كره تصدي من كريم هنداوي من حميد من محمد علي من اي حد من الحراس الثلاثه، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق النهارده، لان خصوصا ان جون سويد واحد من افضل الحراس على مستوى العالم يعني، ويكاد يكون مش هو باليكا هو الحارس الاساسي، لكن ده الحارس الاحتياطي كمان بتاعه هو الافضل كنسبه تصديات في البطوله حتى الان،
فاحنا هنقابل اتنين حراس. انت عمال تخوفنا يا استاذ محمد. لا والله مش والله عمال تخوفنا. هو الوضع لازم اقوله للناس بصراحه. طبعا ده واقع يعني واقع عشان طبعا. بس الناس ما صحيح. يعني اكيد احنا كلنا امال وكلنا طموح ان المنتخب يعدي ويعادل انجاز 2001. وعايز اقول لحضرتك احنا لو ربنا كرمنا النهارده مش هتبقى طموح الناس ان احنا نحقق او نعادل انجاز 2001 ونحن ناخد مركز رابع. هيكون حلم الناس ان احنا ليه لا ما نعلقش ميداليه في الاولمبياد، خصوصا طبعا. الجيل ده في مفترق طرق، يعني في ناس اعتقد ان هيكون بالنسبه لها ده المونديال الاخير او قبل الاخير، لكن في عندنا تاني مجموعه كبيره من الشباب هيقدروا انهم ياخدوا خبرات عشان يشيلوا في المرحله القادمه. على راسهم بقى يعني مهاب زي ما هو موجود في الصوره، مهاب ومحسن رمضان وحسن قداح، في لعيبه كتير من العناصر الشابه، فيقدروا انهم يكونوا قادرين على الدفاع على باسم المنتخب في اللي جاي ان شاء الله. احنا اتكلمنا بلغه الارقام وانا بحب لغه الارقام في اي تحليل. ما هي دلالات بالظبط. لغه الارقام بين مصر والسويد في تاريخ مواجهتهم عامه 9، احنا كسبنا في 2، تعادلنا في 1، وهم كسبونا في 6، فطبعا الكفه الارجح للسويد بكل المعاني. لما احنا بنتكلم النهارده احنا عندنا الرغبه وعندنا الروح وعندنا الاصرار وعندنا الفكر المختلف وعندنا اللعيبه اللي فعلا زي ما حضرتك بتقول اخر يعني بطوله ليهم، فهم عايزين يعملوا حاجه، وعندنا اسماء رحلت عظيمه جدا كنا نتمنى ان هي تبقى موجوده، كانت هيفرق بشكل كبير، وعندنا لعيبه صاعده بتقدر ان هي تاخد فرصه وتثبت نفسها بشكل كبير. وعلى فكره ده ينطبق على كل المنتخبات، لان برده منتخب السويد عنده يعني تغييرات في المنتخب بتاعه. فالارقام ما تطمنش، التاريخ ما يطمنش، عدد المواجهات ما تطمنش، بس ايه اللي ممكن يطمني النهارده؟ اللي يطمني النهارده ان المواجهه المباشره الاخيره كانت لصالحنا، فاحنا لازم نستغل ده ونبدا ان احنا ما نبقاش نازلين. انا عامل حسابي كويس جدا ان انا بقابل وصيف بطل عالم على ملعبه وسط جمهوره، لكن انا ما اتسرعش، انا ما غلطش، انا ما بقاش مديله اكبر من حجمه، ولا ان انا ابقى بقول ان انا داخل الجيم لا ده ماتش بسيط وعادي لو انا اتاخرت اقدر هرجع بشخصيه المنتخب بعناصر المنتخب. لا ايوه مش هتبقى لو... اكبر من حجمه، بس هو اوريدي حجمه كبير خلق. انا لما انا ما قلتش حاجه، انا واحد من غير حاجه، هو في بدايه الكلام قلت منتخب من اقوى المنتخبات على مستوى العالم. يعني هو تقريبا انت لو هتسالني انا توقعات مش عن تمنيات، توقعات هقول لك الدنمارك والسويد في الفاينل. يعني بالرغم من الدنمارك رايح لها في السيمي فاينل مثلا، هي خلاص بنسبه كبيره جدا هتقدر تعدي عقبه المجر النهارده، هيبقى رايح لها اسبانيا في السيمي فاينل بنسبه كبيره، السويد او مصر هيبقى رايح في الناحيه الثانيه فرنسا. اللي هيفوز من الطرف بتاع مباراه مصر النهارده هيكون هو كفته الارجح في ان هو يوصل للفاينل. طب احنا لغايه دلوقتي عددنا مميزات المنتخب السويدي، طب نقاط الضعف ايه في رايك؟ نقاط الضعف انهم عندهم مشكله في حته الدفاع شويه على الدايره، مع انهم مميزين جدا في الهجوم على الدايره، يعني هم على الدايره في الهجوم كويسين جدا، لكن برضو في الدفاع في ثغرات. في ثغرات يعني. تقدر انك بس محتاج صانع لعب يقدر ان هو اولا تمشي الكوره بشكل كبير، يعني ده كنا شفناه في ماتش الدنمارك الماتش اللي فات، ان انت في وقت ما كان الدنمارك بتبقى منقوصه من اللعيبه انت ايقاع لعبك بيبقى الى حد ما بطيء، لازم تمشي الكوره اسرع بشكل اسرع عشان تقدر تضرب الفراغ اللي موجود في خط الدفاع. تستغل الوقت ده، لانك لو انت هو بيدافع عليك بخمسه لعيبه مش انت وانت سته موجود في الملعب، فتقدر ان انت لازم الكوره تتحرك بشكل اسرع عشان تقدر تلاقي الفراغ المناسب تسقط منه الكوره على الدايره او على الجناح فتخش تسجل منها بسهوله. دي من ضمن المشاكل اللي بتواجه المنتخب السويد. المنتخب السويد ما سجلش من على 9 متر بنسبه كبيره، فلو الدفع عليه لو الدافع عليه بشكل كبير انت قفلت له 6-0 اتعملت بشكل سليم وصحيح، اعتقد ان انت هيبقى عندنا افضليه للحراس وخط الدفاع انهم قدروا يعطلوا الهجمه بشكل مميز. لكن هي مشكله المنتخب السويدي ان هو سريع جدا في ايقاع لعبه سواء في الفاست بريك زي ما قلت لحضرتك بدايه الكلام المنافس يتمركز او انت الكوره بتتحرك بسرعه جدا فاقل عدد من اللمسات بيكون خلق الثغره اللي يقدر يسجل منها. غير كده بتهيألي السويد عنده غيابات برضو ولا المعلومه دي مش لا هو كده هم اوريدي اصلا في مرحله كانوا في مرحله تغيير جلد خلال الفترات اللي فاتت يعني وبعد التغيير حصل غيابات حاليا عندهم برضو بعض الغيابات ربما برضو تحسب لينا على الصعيد الثاني لو احنا اتكلمنا احنا تبقى احنا حاجة بصي والله احنا منقوصين من 2 لعيبه وما اعتقد انهم لو كانوا موجودين كان هيفرقوا معانا بشكل كبير.
كانوا هيدونا على الاقل حتى نفس، تدونا مميزات، لان عندنا لعيب من ضمن احسن لعيبه العالم دلوقتي طبعا. هو يحيى خالد بنتمنى له الشفاء. الظهير الايمن بتاع المنتخب حاجه ما كانتش متوقعه، ده احنا داخلين عمالين نقول يحيى يحيى يحيى، دي حقيقة. اللي هو انا هقول لحضرتك على حاجه، مصر منتخب مصر حاليا احنا كان في النسخ اللي فاتت، يعني كان مثلا افضل نسخه لينا كانت في 2001، كان نفس الجيل شبه الجيل الى حد كبير، عندنا لعيبه كتير محترفه بره او بتلعب مباريات دوليه كتير، فده موجود في المنتخب الحالي، ان احنا عندنا في اكتر من حوالي 7 أو 8 لعيبه موجودين في دوريات اوروبا، فاللعيبه دي متمرسه على اللعب مع منافسات او على مستوى تنافسي عالي جدا. الخط الخلفي بتاع المنتخب حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني كنا بنقول في صناعه اللعب احمد هشام السيد دودو او علي او يحيى الدرع على يمينه، علي زين او حسن قداح على شماله، يحيى خالد، فكان خط خلفي. سيف الدرع ولا لا يحيى الدرع؟ سيف كده كده وبيبقى برده في صناعه اللعب، وباروندو في الماتش اللي فات بدا يستغله في حته ان هو يكون موجود بمكان بكار كجناح، لان هو بيقدر انه يخلص الكور بقوه، لان صحيح. احنا شفنا الماتش اللي فات يعني لندن كان تقريبا قلب اخطبوط قدامنا، يعني هو على فكره كان يعني انا اتفرجت عليه، انا اتفرجت على منتخب السويد في كل مباراته السابقه لمنتخب مصر، لندن ما عملش ولا مباراه قد اللي عملها قدام المنتخب، يعني هو تقريبا كان لبس القناع بقى او ايه، هو ظهر ظهر قدام المنتخب. طب الهزيمه اللي حصلت لمنتخبنا قدام الدنمارك مؤخرا، الى اي درجه ممكن تبقى عائق نفسي عند اللعيبه في ماتشهم النهارده مع السويد؟ ولا اي حاجه. لعيبه المنتخب عندها من الخبرات اللي يقدر ان يخليها تقفل صفحه وانت ما خرجتش بره البطوله، يعني احنا كان بالنسبه لنا احنا كنا بنقول انت داخل على تحدي، انت هتلاقي بطل العالم وصيف بطل العالم في ماتشين ورا بعض، لازم تكسب واحد فيهم عشان تقدر توصل للسيمي فاينل. ايوه. لو سهلت الطريق على نفسك وسبت الدنمارك او كنت تعادلت كان خلاص هتاخد المنافس الاضعف في الثمانيه وهو منتخب المجر، وتقدر انك تعدي من خلاله للسيمي فاينل. طب لكن بالفرد السيناريو للاسف السيناريو ما اتحققش، يبقى لازم تكسب السويد عشان تقدر انك تعدي للسيمي فاينل. بالفرضيه وانه لو لا قدر الله ما حصلش، انت لازم تبدا تحسن وتبدا تشتغل على ان انت تحسن مركزك. احنا النسخه اللي فاتت كنا واخدين المركز السابع، ليه لا ما نقدرش النسخه دي ان احنا ناخد مركز افضل، خصوصا ان ده من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا في انه البطوله دي نفس نسخه 2020، في اول 7 منتخبات بعد البطل هيخشوا تصفيات تصفيات الاولمبياد، بعيدا عن ان انت احنا كده كده مصر هتنظم امم افريقيا 2024. لو احنا اخذنا تذكره التاهل، يعني لو فزنا بالبطوله وان شاء الله ده بنسبه كبيره يعني مصر ان شاء الله قادره على تحقيقه وباذن الله هنعمله، فزت باللقب خلاص هتاخد تذكره التاهل لباريس مباشره. لا قدر الله وده ما حصلش، هتبقى انت عندك فرصه انك تدخل التصفيات الاولمبيه والتصفيات العالميه للاولمبياد بقى. حلو. كل ما هتاخد مركز افضل هتقع في قرعه اسهل، هتاخد منافسين اقل في الدرجه، فتقدر انك تاخد عليهم افضليه في سكه التاهل للاولمبياد يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم يعني ما تقفلش الدنيا بالنسبه لنا، او الدنيا ما تبقاش انتهت لا قدر الله لو حصلت نتيجه سلبيه وما قدرناش ان احنا نفوز النهارده. بس يعني السيناريو اضعف ده خلينا نقول، ما احنا مش عايزين نروح له، احنا مش عايزين نروح له اكيد يعني، لانه نتمنى ان احنا الاقدار ساعات بتوديك لسكك انت مش عايز تمشي فيها زي ما حصل دلوقتي. انت لازم تكون عامل بلان بي، يعني انت لازم تكون مخطط نفسك، لانه لا قدر الله ده ما حصلش اقدر ان انا ايه اللي هقدر استخدمه او ايه اللي اقدر اشتغل عليه عشان احسن الشكل او احسن المنظر والترتيب نفسه بشكل عام يعني. طب احنا عندنا يعني رياضات لسه كتيره جدا عايزين نتكلم فيها، فمن اليد خلينا بقى، انا كنت عايزه اتكلم شويه عن المنتخب، او يعني المنتخب الفرنسي والمانيا هيتواجهوا برده، هتبقى النهارده الماتش المفروض هيبقى ماتش برده قوي طبعا. بس مين كفته ارجح يعني قبل ما نروح لرياضه اخرى؟ فرنسا بدون نقاش. بدون نقاش فرنسا منتخب مكتمل، لكن مش اقوى من السويد برده يعني. انا كنت لسه زي ما قلت لحضرتك، انا لو هياخد الرهانات هقول السويد وهقول الدنمارك، بعيدا برضو الناحيه الثانيه في اسبانيا والنرويج مباراه ناريه يعني، اثنين منتخبات كبار جدا،
لكن زي ما قلت لحضرتك الدنمارك والسويد اعتقد بص احنا عندنا لسه الكاراتيه ورفع الاثقال، واحنا رفع الاثقال ما تفهمش برضو ليه احنا موفقين فيه وبشكل يفرح بصراحه. وليه بقول ما نعرفش ليه؟ لان ده اولا ما كانش في السابق معهود، وتاني حاجه باقل الامكانيات بصراحه. احنا عندنا مشكله شويه في حته الدعم المادي في هذه الرياضه، ونتكلم على هذا الاتحاد. على كل حال بس انت على الصعيد التاني مفرحنا جدا بالنتائج بتاعتك، فدي ظاهره انا عايز اتكلم معاك فيها. وبرضو علشان فاضل خمس دقايق لو تسمح لي يا كريم، انا عايز اعدي سريعا على مصطفى عسل. شوف بقى عايز تبدا منين، تحب تبدا بايه؟ لا لا زي ما انت عايزه. طيب سريعا عشان ما اخدش وقت، رفع الاثقال هي اكبر رياضه حققت لمصر ميداليات على مدار تاريخها في الاولمبياد. احنا من بدايه تحقيقنا الاولمبياد او ميداليات في 28 في امستردام 28 لغايه 2016، لان طبعا 2020 في طوكيو كانت رفع الاثقال كنا محرومين من مشاركه لاعبتنا في الاولمبياد نظرا لبعض المشاكل الغير منشطات وحاجات يعني. برضو الصراحه يعني اشعر ان وقتها كان في ظلم او تحامل لحد ما يعني. هو الى يعني موضوع شويه كان واخد شكل اداري اكتر ما هو شكل صحيح. فني عندنا مشاكل لازم نبدا ناخد بالنا منها، لان قصه المنشطات لا هو بعبع ممكن في لحظه يوقف لك اتحاد مش يوقف لك لاعب. صح يعني انت اكتر من ثلاث عينات حصلت قبل كده. احنا اتوقفنا كامل تم وقفه اتحاد رفع الاثقال. محمد ايهاب كان راجل سليم ما عندوش كل تحاليله بتاعه المنشطات اللي اتعملت الراجل سليم 100% ما عندوش اي مشكله، لكن الاتحاد نفسه بيتوقف. ما انت لو عندك حاله متكرره او اكتر من ثلاث لعيبه فاصبح الموضوع ممنهج. فبناء عليه الاتحاد الدولي بياخد قرار انه الاتحاد نفسه بقى خلاص انت بره مشكوك في نزاهته يعني. مظبوط كده. للأسف مره واحده بيبدا انه خلاص يتم استبعاده. يا اخي من الرياضات اللي فعلا يعني ناس كتير، وعلى فكره سبحانك يا رب دايما بتلاقي ان اللعيبه اللي هم الاقل امكانيات ماديه هم اللي بيحققوا بطولات عالميه، وبيطلعوا بدل ما يسعدوا بالانتصار بيطلعوا يبدوا اندهاشهم. احنا دايما كانوا بيقولوا قله الموارد يعني. بالفطره لعيبه مصر مميزين في الرياضتين رفع الاثقال والمصارعه. انت بدون اقل تكاليف ماديه وبدون اقل يعني بدون معسكرات واحتكاكات يعني انت مجرد بس هي حته الماس تشيل من عليها التراب تلاقيه خلاص. طب احنا ليه بقى ما بنشيلش التراب ده؟ عندك شويه مشاكل اداريه كبيره جدا ما بتقدرش انك تشتغل عليها. في النص بيطلع لك بقى مشاكل تانية في ان انت في محاباه لعيبه على حساب لعيبه يعني. دي محتاجة حلقات كتير نبقى نتكلم عليها، بس أنا طبعا مش عايز لازم عندنا بس ولا ده موجود في العالم؟ مش بس الواحد يبقى عارف لا 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 هو فين لا يعني. هقول لحضرتك على حاجة، ما انت الربعين على مستوى العالم مثلا في الصين وفي روسيا وفي في الصين لو في الصين خلاص الصين عندهم ربعين أنا مرضية لو في الصين أنا الصين عندهم ربعين كبار جدا وعندهم أبطال عالم. فلكن احنا محتاجين على فكرة احنا في مصر بأقل إمكانيات نقدر ان احنا ننافسهم، لكن زي ما قلت لحضرتك ما دي الحاجه اللي طبقت في كتير من الاحيان ان احنا فعلا بنقدر نعمل المستحيل في ظل انعدام الموارد في اغلب الاحوال. طب امال لو الموارد اتوجدت يعني. ده احنا بنقول الجمله دي بقالنا اخر مثلا كام شهر. ما انا اقول لحضرتك على حاجه والله دي مشاكل كتير يعني. دي زي ما قلت لك محتاجه تفاصيل وحلقه نتكلم عليها. انا بس عايز اخد من مصطفى عسل من موضوع مصطفى عسل بس هناخده برضه سريعا عشان الوقت استاذ نجم. مصطفى عسل بطل يعني شئنا ما بين لا يختلف عليه واحد مش اثنين ما حدش يقدر يقول غير كده. طريقه التعامل مع مصطفى انا اراها انها خاطئه مليون في الميه. من قبل مين؟ من قبل الاتحاد. وانا قريت بيان وزاره الشباب والرياضه ما اقتنعتش وما عجبنيش. دي وجهه نظري الشخصيه. انا شايف ان انت عندك بطل لازم في مقتبل عمره ولد لسه صغير عنده اغراءات غير طبيعيه مهوله وهو متمسك ان هو يلعب وهو هنا وهو متمسك. وعلى فكره مصطفى مش بيقولها كلام، مصطفى متمسك وعنده كل الرغبه انه مش عايز يخرج بره مصر ومش عايز على غرار على مسميات او على غرار اشخاص تانية كانت اخذت قرار بانه هيبدا شرباجي عادي ما احنا نقول الاسم يعني. وعلى فكره ولو كامل الحريه هو حر محمد شرباجي بطل كبير لعب باسم كبير مصر دلوقتي وحقق نجاحات كتير جدا باسم منتخب مصر صحيح. لكن محمد انا ما كنتش معاه في اختياره لان انت عملت عشان خاطر مصر كتير جدا، فكان حتى لو كان الاتحاد ضايقك مره او اتنين او تلاته انت مسيرتك كلها باسم منتخب مصر كان يجب عليك ان انت تكمل. دي وجهه نظري. ما هو لو في ضغوطات بشعه وهتعرقل المسيره وناس بتحاول ده اللي انا خايف منه في مسيره مصطفى عسل، فانا ما بيدينيش اوبشن ثانيه برضو يعني. خصوصا نقطه واحده، احنا كل لعيبتنا
المميزين كلهم داخلين على 30 سنه باستثناء الموجود قدامنا عصفور، مصطفى عصفور 21 سنه او 20 وداخل في ال 21 ولسه، يعني مصطفى عسل قدامه مش اقل من 13 سنه يقدر انه يشيل صحيح اسم مصر ويشيل سكواش المحافل الدوليه. ما عندكش حد تاني. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، يا انت في الجيل اللي كان مثلا، يعني لو كان الكلام ده حصل مع بدايه نهايه فتره عمرو شبانه او رامي عاشور، انت كان عندك كريم عبد الجواد، محمد الشرباجي، مروان الشرباجي، علي فرج، مازن هشام، فارس دسوقي، اكتر من 6-7 لعيبه يقدروا ان هم يشيلوا يعني دلوقتي خلاص المنتخب. انت ما عندكش حد دلوقتي، كله رايح على ال 30، ما عندك في جاب كبيره جدا بين الجيل اللي بيخلص والجيل اللي طالع لك، وما عندكش غير واحد بس فاللي هو مش هو اللي طالع يعني. فتروح انت كمان مخلص عليها وتقول له لا عندنا قدام عقبات وانت عندك مشاكل وانت لا انا عنده عقبات. اللي احنا متاكدين منه كالاتي، ده اعتقد شاب مصري زي ما حضرتك قلت ورياضي واعد جدا وهيمثل مصر في محافل دوليه، ومفيش حد هيقبل ان هو يتم المساس باي حق من حقوقه. ده على الصعيد مصطفى عسل. على الصعيد الثاني لسه الامور ليست واضحه بشكل كبير، بس احنا هنتابع ونوعد حضراتكم احنا هنتابع هذا الملف، لان ده حق علينا، حق علينا ان احنا نعرف هذا البطل المصري مشكلته ايه وتم حلها ولا لا، وتدارك الامور ولا لا، ولا القصه بقى ان احنا كل ما بيطلع عندنا حد ناجح كده يعني بيتعب، هو بيتعب واحنا بنتعب معاه. فهنتابع لان لسه برضو ما اقدرش اظلم جهه لان الامور ليست واضحه، لما الامور تتضح ساعتها هنبتدي نتكلم. اكيد، بس انا بتكلم على بيان رسمي صدر من الاتحاد. انا ما كانش نفسي انه هما اتحدثوا ان ما فيش يعني الكلام ده يعني كان الموضوع سهل جدا ان انت تقول له تعالى نقعد معاك ونشوف ايه المشاكل وتبقى جوه الغرف المغلقه. هقول لحضرتك على هو قال هيعمل فيديو برضو يوضح اللي انا حصل. عارف يعني احنا في قناه الاهلي واحنا طبعا كلنا نشرف ان احنا اهلاويه، ولكن الاهلي فيه ميزه كبيره جدا عن كل الانديه او اي نادي في الدنيا فيه مشاكل. مست الاهلي ان دايما مشاكله بتتحل جوه الغرف المغلقه. انا كان نفسي انه مشكله مصطفى عسل لو في مشكله تعالى يا مصطفى نحل الامور ونشوف ايه المشاكل اللي عندك، ايه اللي ممكن نقدر ان احنا نحله لك دلوقتي وايه اللي ممكن يتحل كمان فتره او نشتغل عليه، لكن مش ان انا اطلع اصدر. احنا عموما بنامل ان المشكله تتحل صحيح. باذن الله، لان احنا بنتكلم عن بطل استثنائي، وبالذات في ضوء اللي حضرتك تفضلت بيه ان احنا المفروض نبقى بنستنسخ منه كتير وبنأهل اجيال مستقبليا، يعني مستقبليا تعمل نفس الانجازات اللي هو بيعملها. فربنا يسطح الاحوال. بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، نورتنا. شكرا ليك يا استاذ ناجي جدا، القراءه كانت سريعه بس طبعا تنورنا مره ثانيه. لسه عندنا رياضات كتير جدا، نروح فاصل ونرجع نتكلم يعني مع استاذ عبد المنعم طبعا الناقد الرياضي واللي معروف بجرأته برضو كده، وهنشوف اللي احنا نسأله طبعا في ملفات عديدة جدا ومنها طبعا ملفات العالمية ومحمد صلاح وغيره. خليكم معانا. قفلنا الملف بتاع البنك الأهلي واللعب المحلي، تعالوا بقى نفتح كمان الملف الخاص بكأس العالم للأندية، وإيه المنتظر وإيه المتوقع وإيه المطلوب من النادي الأهلي الفترة اللي جاية، وهنتطرق طبعا لملفات الساعة زي ما بيتقال عليها، وفكرتنا رحيل يعني محمد صلاح من عدمه، طب لو حصل الرحيل هيكون على فين، إيه الأفضل ليه، وهكذا من النقاط العديدة يعني هنتناقشنا إيه اللي أنا بقوله ده هيناقشنا فيها. ومنورنا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. يا صباح الفل ولا بونجور؟ عشان تحب بونجور. انا اتعودت على بونجور. كلنا خدنا عليها. ولو ما اتقالتش بنحس بغربه. انا كده لو صباح خير مش هرد. لا لازم بونجور. بونجور نورنا والله يا استاذ عبد المنعم، وبنستمتع بجد بقراءه مواضيع مختلفه معاكم النهارده. في مواضيع ساخنه معلش لو تسمح لي، منها موضوع كلاتنبرغ وهنتكلم فيه بكل بقى الشفافيه الممكنه. تمام. جميل. حالا ولا لا؟ شوف بقى كريم تحب نبدا بايه؟ الترتيب اللي حضرتك تحب نبتدي بيه. نبتدي بملف التحكيم. انا جاهز. ولا بصلاح ولا جاهز. بالبنك الاهلي جاهز. ولا بكاس العالم ولا نقفل الحلقه ولا نخلص على كده؟ سلام. بارك الله فيك. ممكن انا اسالكم انتوا تجاوبوا حتى يبقى تجديد. تعالى نبتدي فعلا بالملف بتاع كلاتنبرغ، لان الحقيقه كانت يعني مفاجاه مدويه بالنسبه لناس كتير من اللي كانوا متفائلين بوجوده وبجدوى وجوده ونتاج وجوده. طبعا كرسي في الكلوب اتضرب بعد حوالي 172 يوم من توليه لهذا الملف. اكتر. واخد بالك ازاي؟ شايف اللي جاي عامل ازاي؟ هو النهارده في اجتماع مجلس الساعه 12 اتحاد كره القدم. طيب الاجتماع ده ليه؟ الناس تسال نفسها. انا اعتقد عشان قبول الاستقاله. لا امال ده عشان كلامه امبارح، هو ان هو قال ان هو يطلع بعد ما يجتمعوا هيقول كل التفاصيل. فهم ده اعلن هيقول في انجلترا كمان. حاولوا، ما هو في ذا صن امبارح منزله كلام على لسانه كانت وحشه قوي. تمام.
فالنهارده طالما انتوا هتتكلموا انتوا هتقولوا وانا هقول. هتقول ايه بقى؟ انتوا هتشوفوا هتقولوا انتوا ايه؟ ده الموضوع كبير إيه؟ موضوع كبير جدا. معرفش موضوع كبير ومؤسف. ما انا هقول لك التفاصيل. دلوقتي الراجل ده اللي في الصوره قدامنا والراجل ده اللي في الصوره قدامنا في مشكله بين الاثنين، مين اللي اتعاقد مع الثاني فيهم؟ جمال علام. هو اللي متعاقد معاه هو وحازم امام. الكلام اللي حصل امبارح واللغط الكتير اللي حصل امبارح ضايق الراجل ده اللي هو ايه الانجليزي ده. فهم قالوا امبارح ان هو ما بيعملش حاجه. تخيلوا حضراتكم بيان من اتحاد كرة القدم المصري بيقول ان كلاتنبرج ما بيعملش حاجه. هو بيقولوا ان هو يعني كان مفروض الديل ان هو هيبقى موجود وما قدمهاش ومش عبر زوم ان هو يتم العمل عبر زوم. انتوا فين بقالكم 5 شهور؟ انتوا سايبين وساكتين لغايه شهر يناير بقاله 5 شهور بيقبض 40,000 دولار ولسه لما لقيتوا فيه كلام عليه بداتوا تتكلموا ان هو ما بيعملش حاجه. طب ما حاسبتوش ليه 40,000 دولار؟ ايوه في الشهر. رقم حلو، رقم حلو. اقول لك على المفاجاه ايه كمان؟ لو مشوه 3 شهور شرط جزائي في كام؟ في 40,000 دولار. هو المفروض العقد معاك آلة حاسبة؟ معاك آلة حاسبة؟ انا اطلع يا باشا حالا. احسبي 120,000 دولار في 30 جنيه، مش عارف احسبها دي. 10 مليون جنيه مصري. طب انا عايز اقول حاجه بس تقلب عليهم. ايوه طبعا. هو العقد بتاعه كان لغايه امتى؟ اخر السنه، اخر السنه دي، السنه دي يعني كان انيوال او سنوي يعني. سنة. مش كان المفروض انه هيقعد مده اطول بمنطلق انه جاي مش بس على ملف التحكيم، هو جاي. بص هو اول ما جه تعاقدوا معاه قال لهم انا مشغول ورايا مش عارف ايه. هو صار عندي مش عارف ومرتبط ايه ورايا حاجات يعني. فقالوا لا احنا عايزينك. جابوه وافقوا على كل شروطه. هو عقر مش سهل. جاب حد قعد معاه وعمل له عقد ما يخرش الميه في كل التفاصيل دي اللي تخليه مؤمن. طب ما تخليهوش قدام الراي العام باي شكل، ضعيف باي صوره من الصور. وبالتالي لما حصل الدروب الاخير وقالوا عليه، ما هو ايه اللي جاب الازمه فين؟ ان اتحاد الكوره من ثلاث اسابيع واسبوعين والحمله شغاله على اتحاد الكوره في ايه؟ الراجل ده فين؟ الراجل ده مش موجود. الراجل ده قاعد في بلده وراح يحلل وراح مش عارف ايه وايه 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 وايه. طبعا اتحاد الكوره قال عايز يخرج من المطب ده والحرج. هو ده حقيقي؟ هل هو كان فعلا بيدير المنظومه عبر زوم؟ ما كانش متواجد هنا؟ ما كانش موجود بالفعل. والحرج الاعلامي ده يردوا عليه ازاي؟ ما بعتولوش فلوس شهرين. فطبعا هو ايه؟ الحنفيه وقفت بالنسبه له. فسال على الفلوس دي، جاب فين الفلوس؟ قالوا لا ما انت قابض شهرين مقدم. لا احنا مش اتفقنا كده. شهرين مقدم دول كمان ده حكايه ثانيه. شهرين مقدم دول بلا عمل يعني شهرين؟ يعني شهرين مقدم دول ايه؟ كينونتهم ايه؟ بتوع ايه؟ فقال لهم لا الشهرين المقدم دول مش في الحسابات خالص. امال ايه؟ هديه يعني؟ ما اعرفش. بالحب. فدي بقى لا ما طبعا كده لا ثانيه واحده بس كده الاتحاد معاه حق؟ حق في ايه؟ ان هو يعني ايه؟ طالما بقول لك مؤمن نفسه في العقد. هو مؤمن نفسه في العقد ان العقد بيقول ان الشهرين دول خارج يبقى دول كانوا حاجه ما اسمهاش شهرين مقدم. فهم عايزين يحسبوا ايه؟ عايزين يحسبوا الشهرين دول من ضمن ايه؟ من ضمن اللي حسب الاتفاق العقد شريعه المتعاقدين. تمام. لا بقول لك لا بقول لحضرتك هو جاب حد عقر عارف يعمل له العقد كويس ومؤمن نفسه كل الشروط وتمام التمام وهو قاعد كده ومبسوط وتمام التمام زي الفل وحقه هياخده. فهم عايزين يلموا الدور بعد ايه؟ ما هو هيطلع النهارده تتكلموا. انا هتكلم. هم الجماعه عشان لقوا ان زي ما حضرتك قلت من شويه ان مرت 5 شهور ومفيش انجازات تذكر، مفيش حاجه. بالعكس انا شايفه في حاجه على الارض. هم بيسجلوا موقف. لا انا قصدي اقول لك لو افترضنا ان السيناريو ده هو هم حاولوا يسجلوا موقف. بس يسجلوا ازاي ده الكلام ده؟ يا الكلام ده يدين انت بقالك 5 شهور شفت الراجل انت جايبه وطور لك الحاجه ما طورهاش. هتجيبه تعالى انت ما طورتش ليه؟ ما قدمتش خطه ليه؟ انتوا جايين تسالوا دلوقتي؟ فدي السؤال. هم طب هيتحركوا ليه دلوقتي؟ علشان خاطر الناس لمتهم على ان في راجل بياخد 40,000 دولار ومش موجود في مصر. انت عارف كمان ايه البيان اللي صدر؟ استاذ عبد المنعم قال لك ان من كتر الشكاوى في كلاتنبرج فهم بيعملوا هذه الخطوه او هم هيقدموا على هذه الخطوه على اساس في شكاوى. هيمشوا يعني؟ مش هيقدروا يمشوا. ما انا بقول لك مش هيقدروا يمشوا. يعني. هو قال هيعلن استقالته. هو قال ان هو هيعلن استقالته. هم المفروض هيناقشوا الاستقاله في قبولها او عدمها. لا واكيد هيكون أنا في قبول. انا شايف يعني السيناريو غير كده خالص. شايف السيناريو هيبان الساعه 12 يعني احنا دلوقتي الساعه 11 وانت شايف ان ايه؟ لا انا شايف ان هو هيحاولوا يرضوه تعالى عشان هم هيقعدوه. والله دي وجهه نظر. ممكن تبقى مفاجأة يحصل موقف ان حصل ان حاولوا يرضوه وهو ما رضيش
وبالتالي استقال والاستقاله مشي يعني مشيت ترجع ريما لعاديتها القديمه اللي هو بقى هيرجع اللي هي بقى يعني ما فيش ثقه في الحكام، ما فيش ثقه في اي لجنه بتيجي، ما فيش ثقه في ان مين يتولى المسؤوليه ولا هيجيبوا حد اجنبي اخر. لا مش هيجيبوا الايدي ميده، كلام مش مظبوط يعني عشان ما بس مش هيبقى في استقطاب اخر لخبره لا يعني لا انا ما اعرفش ان هي ايه، بس اللي طرح امبارح ايدي ميده كلام مش مظبوط. دي كلمه كده اترمت كده وخلاص حسب المصادر اللي قالت لي، كلمه ترمت كده وخلاص، لكن هو لا مش مطروح تماما. ومفيش حد طبعا من بره زي ما قالوا، في حد من بره بيتكلم هو اللي بيسلط الحكام على كلاتنبرج، هو هو العامل الازمه، الكلام ده غير صحيح بالمره. لا يعني احنا كده مكتوب علينا نقضي اللي جاي من عمرنا برضو بنشتكي من الملف ده. بص خلينا نستنى الساعتين دول بالظبط وهنعرف ايه اللي هيحصل، بس انا توقعاتي ان هو هيستمر وهيكمل. هم عايزين يلموا الدور بعد اللي حصل كله ده امبارح، ومش هيمشوه وهيلتزم بشروط التعاقد اللي بينه وبينهم. ما كانش الموضوع اتصعد على فكره كل ده لو كانوا هيلموا الموضوع من الاول، الموضوع متصاعد جدا. لا لا لما هدد امبارح وقال هطلع اتكلم وهقول طب لو هم ما عندهمش حاجه ما يطلع يتكلم، ما هو ده بس خلي بال حضرتك من حاجه برده. ما هو خلي بالك هو هيطلع يقول ايه، هو هيقول انا ماليش دعوه بحاجه، هم اللي بعينوا الحكام من غير الاهانات اللي اتعرض ليها. خلينا بس بعيد على الاهانات. لا ما هو برده ده من حقه ان هو الراجل يتضايق، قلنا هو نتكلم مش اهانات بس، ده كان في خوض في الاعراض يعني تمام. لكن في الحاجات الثانيه هو اللي هيتكلم فيها الفنيه، في حاجات اصعب يعني بيقولوا مثلا تعيينات الحكام مش منه، مش هو اللي بيعملها، في ناس مفروضه عليه، في اسماء بتيجي بتتعين بدون ما يعرف، القائمه الدوليه طبعا مش هو اللي عاملها، حاجات كتير جدا هو هيتكلم فيها يقول انا في حاجات كتير جدا انا ما عملتهاش فالناس بتلومني عليها، فانتوا ما تسيبونيش اطور، لسه ما طورتش الدنيا، لسه الدنيا بالنسبه لي ما مشيتش زي ما انا عايز، والدنيا مش ماشيه مش مظبوط، وزي ما قالت الاستاذه هو طبيعي ان كل طرف في الاعراض وكلام مش مظبوط، فالجو بالنسبه له مش مناسب، فالدنيا عايزه تتلم. لان اللي اتعاقد مع مين؟ حازم امام وجمال علام، والاثنين عايزين يلوموا الدور، لانه في النهايه هيلاموا على انه لو رحل، لانه خلي بالكم لو هو مشي بالشكل ده شكلها مش كويس. احنا يعني هم في اتحاد الكوره مش عايزينه يمشي بالشكل ده طبعا، السمعه والكلام طبعا. ومشي وعشان خاطر كذا وشتموه ومشتموه قالوا عليه وخاضوا في الاعراض والحاجات دي، وفي نفس التوقيت ما سابولوش الفرصه. ثم لا يلاموا يعني على حد كان حازم امام يلام. لا يلاموا لما تعاقدوا معاه بالشروط اللي هي اللي اتكتبت. ايوه انا بتكلم في الازمه اللي حاصله، هو هلومهم ليه؟ حتى هم لو يعني تعاقدوا مش شرط الازمه تبقى منهم، لان الازمه مش منهم، هم كناس عينته او اختارته يعني. مسؤولين يا استاذه، مسؤولين ماشي، مسؤولين في الاختيار، لكن ما حدث بقى في الداخل. ما هو راجل قال لهم على بلاطه زي ما بيقولوا كده بالبلدي، انا مش انا اخترت حد دلوقتي حصل فساد او حصل مشاكل او انا اللي هتسال يعني. لما انا يجيبوني يقولوا لي تعالى دفاعا والله عن كابتن حازم او يعني مؤسسه يا جماعه علم. انا مش فاضي، انا عندي ما عنديش وقت، لا تعالى وخلاص، تعالى نعمل زي ما انت قلت من شويه، نستنى الساعتين دول ونشوف الموضوع هيوسر عن ايه ولكل مقام المقال. طب تعالى بقى نروح لماتش الاهلي والبنك الاهلي، وكيف رايت هذا اللقاء وكيف رايت اداء النادي الاهلي؟ انا كنت شايف ان لعيبه الاهلي خايفين شويه على من الاصابات، شويه مركزين شويه بعيد عن المباراه. بس كان اهم حاجه عندهم يخطفوا الثلاث نقاط ويركزوا انهم ياخدوا الثلاث نقاط يبقوا في القمه، وفي نفس التوقيت هم دماغهم في حته تانية خالص. يعني هو زي ما يكون مركز باصص لقدام بقى. لا باصص في كاس العالم للانديه خلاص يعني، انت محفل عالمي حاجه كده جايه لك او جايه من السماء. هدية طبعًا. بعد الظلم اللي حصل ونقل صحيح. المباراة بالشكل اللي كان فيه مشكلة كبيرة انها تنقل المغرب. الناس كلها كانت منتظرة ان الاهلي يعمل زي ما عمل مع الزمالك يعني يدي ثلاثة البنك الاهلي او اربعة، بس دايما متعودين الماتشات الكبيرة زي الاهلي يلعب مع الزمالك مثلا، الماتش اللي بعده بيبقى شوية الدنيا مريحة. عند الاهلي كسبان الزمالك وثلاثة صفر وعمل شوط تاني ولا اروع، اكيد في سن التريح شوية، خصوصا ان كل واحد خايف بقى على نفسه يتعور يتصاب يحصل له حاجة يحصل له مشكلة، لانه قدامه بعد 10 ايام او بعد طبعًا. اسبوع واحد محفل عالمي طبعًا. الناس كلها بتتفرج على المباريات. بالمناسبة شايف فرصنا في المحفل العالمي ده واصلة لفين؟ حلو النسخة دي. حلو المحفل دي صح؟ في كاس العالم حلوة جدا. عايز اقول لك خدت الحلقة في حتة جديدة تمام. شايف فرصنا ايه بقى في كاس العالم للاندية؟ فرص النادي الاهلي، فرص النادي الاهلي. بص انا امبارح ناس كلمتني كتير قالوا لي بقول لك ايه، احنا شبعنا برونز، الدولاب مليان برونز فعلا والله، دي جمله سليمه، يا فضه يا ذهب. ايوه عجبتني الكلمه والله فعلا، يعني فعلا دولاب الاهلي مليان برونز. لا عايزين بقى ده الذهب بقى سعره كام دلوقتي والفضه بقت بكام؟ ف اللي خلى الاهلي يعمل ده في البطوله اللي فاتت بدون نجومه الكبار وكل الاهلي اللي لعيبه الاهلي النجوم قادر انه يعمل العروض الجيده. امبارح عجبني خالد عبد الفتاح مان اوف ذا ماتش،
لا سيبك من زي لا ما هو ده ماتش عن استحقاق عشان الاداء الجميل بيقول لك بعيدا يعني على التفصيله دي. متفق معايا يعني. متفق معاك طبعا. هو قال كلمه حلوه قوي ما اعرفش هو لما مروان عطيه لما قال ده انا امي دعيالي من اسبوع واحد كنت فين ودلوقتي انا رايح فين يعني كنت فين في نادي بيلعب تالي ده مروان احنا قلناها معانا في تالي مروان لا تالي خالد عبد الفتاح على ما اعتقد يعني ممكن المهم واحد من الاثنين ابننا وخلاص لما يقول جمله زي دي جمله جميله جدا ان لعيب فكر ان هو خلاص انت انت انتقلت من مكان لمكان وفي حاجه مش الناس مش واخده بالها منها خالد عبد الفتاح لما يجي ويلعب ويبقى بهذه النجومية صح. ده يحسب للنادي الأهلي يحسب للجهاز الفني أنا اللي قدر اللي قدر في ظرف أسبوع واحد بس يعرف إمكانيات اللاعب ويقدر يلعب جوكر مساك ويلعب باك يمين ويلعب باك شمال على ما أعتقد فترة من الفترات ده أنت هتلعب بس تلعب جون فده معناه إيه معناه إن الرجل اللي في الكولر ده مش سهل صح يعني في ظرف اسبوع عرفت امكانيات لعيب بحجم لسه جاي عندك ده في مدربين بيقعدوا 3 سنين على ما اكتشفوا امكانيات اللعيبه التانيين وبيدوا له بيقعد 3 سنين يكون التاني مشي يكون مستواه باظ واللعيب عجز ويكون لعيب عجز بجد مش انت بتحسبيني بهزر والله العظيم في مدربين فنيين بيقعدوا اللاعب جنبهم سنه عشان الانسجام بلاش 3 سنين دي سنه علشان الانسجام لكن المدير الفني الواعي اللي يقدر يكتشف مكامن حلو مكامن دي برضو مكامن النهارده في ابداع والله النهارده في ابداع بقى ما تقلش في حلاوتها عن محافل عن محافل طبعا لا محفل ولا محفل فلا انا عاجبني كولر عاجبني ذكائه عاجبني حاسس ان الاهلي في امان مع كولر راجل راسي راجل هادي وعشان كده مفيش حساب مفيش ضغط جماهيري عليه لا بالعكس سايبينه براحته خالص انه قادر ان هو يقود سكه او سفينه الاهلي ل بسم الله ما شاء الله طبعا ما خسرش ولا مباراه مبارياته كلها بياخد منها اللي هو عايزه وده شيء جميل جدا لعيبه النادي الاهلي قالوا رامي ربيع هيمشي وما ينفعش ومش نافع ومحمد شريف وغيره رامي ربيع حاليا احد نجوم الدفاع بل انه رقم واحد انا عندي رقم واحد دلوقتي في المدافعين محمد هاني نفس الحكايه طور لعيبه وطور اداء لعيبه عشان الشحات كلام كتير جدا عنه انه ما ينفعش وخلص وشطب ومش هو بتاع ريال مدريد لما كان في الامارات والدنيا كهربا فكره عوده كهربا بهذا النوع عمل حاجه على فكره دي مش بس تحسب لكهربا عمل حاجه جميله جدا كهربا الناس كلها متوقعه يلعب امبارح ريح ما ينفعش وكلام لما قاله في مؤتمر الصحفي لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش احنا لعبه راجل قاعد بقاله سنتين بيتدرب بس ومش حاسس المباراه لا اديته المباراه المهمه اللي ترجعه تاني اديته ماتش سموحه يبتدي يسخن ده ماتش جماهيري زي الزمالك يشفي غليله فيه بقى لانه المنافس التقليدي هو اللي عايز يوقفه لما يجيب جون كمان لا شكل تاني مختلف تماما في فكر يعني ورا القصص لا 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 دي كلها راجل فاهم راجل تحس ان هو من سويسرا صح من سويسرا البلد اللي هي جنب الكوبري اللي ايوه لا 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 يعني فاهم واعي وعارف وهادي مش محتاج بروباجندا ولا محتاج اعلام هو مش صاخب يتكلم. بأي شكل ولا لا هو هادي هو بيجمع في ثقة بص يعني بص بيجمع بس في حاجة تانية الناس مش ملاحظاها عليه ابني قالها لي امبارح فبيقول لي يا بابا هقول لك على حاجة قلت له نعم قال لي الراجل ده بتاع الماتشات الكبيرة بيبدع في الماتشات الكبيرة عشان كده انت سألتني سؤال في البداية خالص على كأس العالم للأندية لا بإذن الله ما تخافش على الأهلي في كأس العالم للأندية لأن مباريات كبيرة والراجل ده بيعرف يفكر كويس بيعرف يستغل اوراقه بشكل الفكرة كويس الفكره بس في نوع في كواليتي المنافس في لقطه خدت بالك منها لما الشناوي وقع في الارض عمل ايه واقف مذهول طبعا وكان بيكلم مع لما كان بيعالجه رجله كان كانت رجله انا حسيته بيقول له في هو ايه هو هيحصل ايه احنا عندنا طبعا يا وحش كان تعبير وشه بليغ قوي في اللقطه مستنياك لا والرياكشن بتاعه بره الملعب بيتعامل ازاي وبيتكلم ازاي ولما قال له معلول خليك جنب هنا ما تقدمش في ماتش الزمالك لا بص مدرب بسم الله ما شاء الله حاجه جميله حلوة. وان شاء الله يكون بدايه سلسله من البطولات للنادي الاهلي يا رب. سلسله من التوفيق للاعبين اللي هم انا شايف ان هم استعادوا معاه مستواهم بشكل كبير جدا والفارق هو ظاهر في المستوى بص على الجدول جدول يضحك بصراحه يعني إيه؟ جدول الضرب بتاعنا ده جدول الضرب يضحك الترتيب يضحك بأمانة بس في حاجة أنا بخاف منها دايما إيه هي اللي اختلفنا فيها أنا وأنت المرة اللي فاتت المستوى
بتاع النادي او بتاع النادي الاهلي لازم اطور منه، ما بنيش على انا موجود في اي سكه وخليني فيها، لازم اطور نفسي واعمل حساب للمنافسين. عندي مش منافس واحد بس السنه دي، لا الزمالك عنده اربع خمس منافسين والانديه كلها مدعمه صفوفها بلاعيبه من العيار الثقيل، ما فيش نادي ضعيف، كل الانديه عندها قايمه مليانه لعيبه كويسين. وخلي بالكم في حاجه مهمه دلوقتي، في تدوير في المدربين اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عامل احصائيه في الاهرام الرياضي مش هتتخيلوها. سنه ميلاديه سنه ميلاديه 2022 ليناير 2023 68 مدرب تعاقبوا على الانديه. تخيلوا ضفت معاهم فيريرا وايهاب جلال. ما 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 مش هخمن ده هو بس لا ده فيريرا او فيريرا طارق ايهاب جلال طارق العشري احمد سامي اربعه يبقوا 72 72 مدرب في 365 يوم. غريب قوي الموسم ها، مدرب ظاهره غير صحيه، غير صحيه بالمره وفيها لعب ومش مصلحه حد، فيها لعب، فيها لعب كبير جدا. يعني ايه لعب وكلاء؟ اوكي لعب كبير. مفيش التزام باللائحه، مش في لائحه بتقول. طب هقول لك على معلومه، البنك الاهلي مشى مين؟ خالد جلال في بدايه الموسم. ومشى مين تاني؟ وحلم طولان. هل يحق له يجيب مدير فني؟ لا. طب هو عين ليه الاخ امير عبد العزيز ليه؟ وامير عبد العزيز شغال اصلا في البنك الاهلي، شغال في المنظومه بتاع كره القدم هناك، فجايبينه هنا في مشكله. الناس مش واخده بالها من هنا، اشمعنى امير يعني؟ امير ده جديد. فالدنيا هنا ايهاب جلال لا يحق له تدريب اي نادي هذا الموسم لانه مشي من ناديين. لا يضرب في القسم الثاني ماشي. لا يحق ليه قانونا؟ قانونا بحسب اللائحه ما يروحش اي حته. لكن في احيانا يقول لك ايه رحل بالتراضي. طب التراضي، طب مين اللي زعلان ومين اللي عايز يمشي؟ رحل بالتراضي. وطبعا يقال النهارده ان حسام البدري هيمسك سيراميكا واحمد سامي راجع مره ثانيه. لعب كده غريب جدا في الدوري المصري. جوارديولا بقى له 7 سنين من انا كنت في الاعداديه وجوارديولا بيدرب ده كنت في الاعداديه من 7 سنين من 7 سنين يعني مشكله عديها يعني ويورجن كلوب بقى له قد ايه في ليفربول؟ السنه السابعه بس دي السنه السابعه الكبيسه المشكله بالنسبه له. طب يمشي بقى، يمشي مش محمد صلاح اللي هو يمشي بصراحه. هم مستني هنيجي للملف. تخيلوا حضراتكم احنا بنعاني، الكره المصريه تعاني. شوفوا احنا بنتكلم في تطوير والانديه المصريه ما عندهاش التطوير ولا عندها نيه للتطوير. طب ده ممكن يندرج تحت التطوير. خلي بالك ممكن الناس تقول لك صفقاتي صفقاتي بتاعت اللعيبه وصفقاتي الجديده اللي بتعاقد فيها مع المديرين الفنيين وان انا بقيم وبغير والكلام ده كله، ممكن يقول لك ده تطوير. حضرتك انا مسكتك رئيسة نادي صح؟ لما تحب تجيبي مدير فني طموحاتك ايه؟ قمه اكيد، وسط ولا عايزه تهبطي؟ قمه ماشي. تجيبي لي مدير فني من البدايه خالص بيشتغل على القمه طبعا، وتعينيه وتديله الصلاحيات وتسيبيه سنه وفق فيها ماشي، ما وفقش فيها خلاص انت محقق. يعني كان ده حصل مع منتخب مصر مثلا في ايه يا استاذه من المنى؟ ما حصلش مع المنتخب في اصلا المفروض يحصل. أيوة عشان ما حصلش اللي بيحصل عندنا ده. لا يحدث اصلا مع المنتخب. 72 مدرب في 365 يوم، ده رقم مهول، رقم صعب. الاحصائيه اللي حضرتك بتتكلم عليها تقريبا هي ظاهره معانا على الكاميرا. 68 اسما في 365 يوما، مدرب راح واخر جاي مدرب كل 5 محطات يعني. صحيح. يعني حاجه غريبه جدا. طب قبل برضو ما الوقت يسرقنا عشان برضو كل ملف اصله مليان. كل ملف بنفتحه معاك مليان تفاصيل. بس عشان دي برضو نقطه مهمه قوي اللي كانت نهاوند بتتكلم فيها من شويه، فكره محمد صلاح. وبالمناسبه ده كمان سؤال السوشيال ميديا في حلقتنا النهارده. في رايك في حال رحيل محمد صلاح عن ليفربول لسبب او لاخر، تعالى نحطها بالصيغه، يعني انتوا جزمتوا انه يمشي؟ ما انا بقول لك في حال، في حال، في حال. بس انا ما بحبش الحال ده يحصل اكيد. لا انا مش عايزه يمشي بصراحه شديده. يعني هو مش معنى صلاح عمل كل التاريخ ده وبقى احد اساطير الدوري الانجليزي ويتغنوا بيه ويتغنوا بيه والكلام ده، يعني ما المشكله معاه حاجه. والحاجه الثانيه موسم شيء طبيعي ان في واحد اكيد بيحصل له دروب في موسم. لا وللامانه هو دروب الموسم ده مش لمحمد صلاح، هو للفرقه كلها، لكلوب نفسه طبعا، والفرقه كلها طبعا، الفرقه كلها فيها مشاكل. فبالتالي انا شايف قرار لو تم في حال استغناء او في حال رحيل محمد صلاح، محمد صلاح هيخسر كتير. وليفربول لن يخسر؟ لا ما كل الاطراف هتخسر واحنا هنخسر، احنا كجمهور مصري هنخسر. لان في النهايه انت
كونت امبراطوريتك، كونت عظمتك، كونت اسطورتك في ليفربول، واحنا حبيناك في ليفربول. عايز اقول لك ان بعض التويتات اللي جايه من يعني مشجعي الدوري الانجليزي كانوا بيتحدثوا ان كان حد كاتب يعني عجبني عملت له ريتويت بيقول لك الصفقات اللي زي محمد صلاح احنا بنجري وراها مش بنضيعها من ايدينا. بالظبط كده، فالناس كتير معترضه على اللي بيحصل. الهيبه هتروح، النجوم مين بقى يعني؟ محمد صلاح الان هو يمثل ليفربول. يعني محمد صلاح لما في فرقه هتيجي تلعب ليفربول لك لا ده محمد صلاح، ده فاضل لهم يومين كانوا يعينوه عمده ليفربول اصلا المفروض. اه والله فعلا طبعًا. لكن في النهايه لا، انا شايف ان القرار هيكون غير صحيح وغير مدروس. طب وفكره بقاء ام رحيل يورجن كلوب بتشوف ازاي؟ لان فكره ان انا ابقى مسؤول عن الفريق بتاعي والسكواد بتاعي ولاعب زي النجم بتاعي معلش يعني يحصل عنده دروب، مش انا المفروض كمدير فني المسؤول وانا اللي احاسب؟ يعني مع ان الوضع مش شايفاه كده هناك بصراحه. أنا غريبه، انا مستغرب جدا على الدوري الانجليزي تحديدا. في حاجة. سير إليكس فيرجسون قعد كم سنه؟ مش عارف 16 و17 سنه حاجه كده تقريبا. قوي ده يعني انا ما اعرفش لو في لعيب قعد معاك 16 سنه نفس القعده ونفس الكلام ونفس السيستم نفس مش بقى. عارف ايه ما اعرفش، بس نجح معاهم يعني حاجه سبحان الله، حاجه نجح ونجح وعمل اسطوره، كون ظاهره، كون ظاهره بس جميلة. ده ظاهره يورجن كلوب ناجح اهو معاهم اهو يورجن كلوب. انا في سنتين كمان تاني ناجح جدا. في مديرين فنيين، خلينا نبقى متفقين، في مديرين فنيين يقدروا ان هم يستمروا لسنوات طويله، وفي مديرين فنيين بقائهم كل ما زاد كل ما كانت كارثه للمنتخب. يورجن كلوب من اللعيبه دي من المدربين دول، ويمكن دي مش اول مره مع ليفربول. عفريت السنه السبعه صح، عفريت السنه في حاجه مع هذا المدرب، في عفريت في هذا الموسم مش اول مره تحصل مع ليفربول. يروح بقى الشيخ يقرا له بقى على السنه دي او يجي عندنا هنا نحلله السؤال هو اصلا ايه اللي حصل فنتج عنه اللغط ده كله ونتج عنه احتماليه رحيل محمد صلاح عن ليفربول. والله ما اعرف يعني انا عن لسه نفسي الموضوع يعني مش معرفش ان انا مش عارف قراراته الاولى ايه في رايك. مش واضح مستواه، مش يعني مستوى يعني في سنه من السنين على ما اعتقد السنه اللي قبل اللي فاتت كان ليفربول بيعاني ونفس المشاكل ونفس الازمات، لكن صلاح كان مختلف، صلاح كان هو اللي بيصنع الفارق، صلاح كان هو اللي بيدي الاختلاف لليفربول، هو اللي بيديهم الفوز، هو اللي خلاهم يوصلوا لانهم يوصلوا للمركز الرابع. مش في تغيير مراكز، في رحيل ساديو ماني، في كذا حاجه برضه مؤثره على تغيير المراكز دي لوحدها يعني حدوته عجيبه جدا. فكره ان محمد صلاح فعاليته وقوته الحقيقيه بتبان في مركز معين بالزبط. كما كان الحال طول السنين اللي فاتت، بطبيعه الحال لما يتغير المركز ده معدل تهديفه لازم هيتاثر، وشفنا ده بشكل كبير في الموسم ده، وحتى مش بس التهديف حتى فعاليته مش متحققه قوي لان هو مش في مركزه الطبيعي المعتاد. المشكله كلها في ليفربول ان كل النجوم خرجوا عن مستواهم، فبالتالي لازم صلاح يتاثر. يعني قبل كده ليفربول كان زي ما قلنا ليفربول ما كانش في المستوى المطلوب، لكن في لعيبه كانت بتساعد، في لعيبه كان عندها يعني شايله الفرقه 3 4 لعيبه، انما مش الفرقه كلها حتى العناصر الجديده مش ظاهرين. يبقى مين اللي يحاسب فيها؟ نرجع نفس النقطه، اكيد المدير الفني. يحاسب المدير الفني، المدير الفني كمان عنده مشكله كبيره جدا، هو في التدعيمات بخيل جدا، ويبدو الاداره برضه بخيله جدا في التدعيمات، ما بتدعمش مثلا شفته يعني هو ممكن يكون جاب نونيز بسعر كبير جدا لم يوفق حتى الان، جاب لعيبه كتيره جدا ممكن تكون ما وفقتش او ما ظهرتش بالشكل المناسب، ما كانش فيه تعويض كبير لساديو ماني اللي كنت شايفه احد العناصر اللي كانت مهمه وفعاله، بس يعني كنت من الناس اللي بيفضلوا ان واحد من الاثنين يمشي، يعني يا صلاح يا ساديو ماني يمشي، لان الاثنين كانت واضح قوي موضوع الغيره الفنيه برغم انها كانت يعني بس كانت على الارض حلوه لمصلحه الفريق، يعني كل واحد فيهم بيحاول يظهر بافضل مما يكون، وكان لما يكون في تركيز على ساديو ماني كان صلاح بيتألق والعكس صحيح، لكن الراجل ده هو انتوا جايبينه لابس نظاره، هو شال النظاره خالص من ساعه ما عمل عمليه في عينه. ده انت متابعه جامد بقى يا استاذ عبد المنعم. عمل عمليه في عينه من ساعتها هو الدنيا باظ مش ماشيه معاه، يرجع للنظاره تاني وكل حاجه تعدي. كان في كلام مؤخرا برضو عن استحواذ قطر يعني كلام لسه في كلام، يعني على ما اعتقد خلال الفتره اللي جايه يبقى في كلام في الموضوع ممكن يحصل، بس يعني تعتقد بس الكلام ده طلع كبير زي ليفربول كده مش من السهل يتباع في بين شهر والتاني. يعني شوف مانشستر يونايتد فضل فتره كبيره جدا يعني معروض للبيع، دراسات ومفاوضات ولسه نيوكاسل قعد كام سنه وفي الاخر اتباع بعد 10 سنين. فالدنيا بتبقى ايه، لا الحاجات اللي زي دي بتبقى محتاجه دراسات ومحتاجه ايه وقت عشان يتخذ فيها قرار، ان في النهايه انت بتشتري نادي كبير بحجم ليفربول، نادي عريق جدا طبعاً. وخلي بالك سعره عالي جدا من بعد مرحله محمد صلاح وبعد يرضى. وايه حكايه بيع الانديه وبرده كلام عن مانشستر يونايتد معاك فلوس؟
لا انا معيش فلوس. طيب انا غلبانه. طيب ما اسكتي بقى. قال معاه فلوس بيقدر يشتري. بس السؤال بيخلص بيخلص. ايه قصه بيع الانديه برضو مش مفهومه؟ ايه المشكله؟ مستثمرين معاهم فلوس وعايزين يستثمروا، وخلي بالك الاستثمار رابح جدا. راس المال في كره القدم ده عادي، انت شايف ان هو المصلحه في كره القدم. شفت السعوديه استثمروا في رونالدو 137 قناة متعاقدة مع الدوري السعودي. طب ده الاستثمار المحلي، لكن العابر بقى للمحيطات، يعني فكرة ان في كيانات ما بين سعودية ما بين قطرية ما بين إماراتية بتتوغل مؤخرا في دوريات أوروبية راس مال موجود وفي نفس الطب. لا بعيدا عن الشق التجاري، هم اكيد مش هياخدوا خطوة زي دي غير ما هم حاسبينها وعارفين ان ده هيعود عليهم بالنفع من كل النواحي. بالظبط. لكن انعكاس ده بقى على الدوريات نفسها اللي بيدخل فيها رؤوس الاموال العربيه، بتمسك من المستثمرين العرب. الدنيا اختلفت تماما، وكل العناصر اللي هم عايزينها بيجيبوها دلوقتي. يعني الدوري الانجليزي اصبح هو مانشستر سيتي الثاني حاليا، يعني بغض النظر. لا بس هو لازم نقول برضو اداؤه جيد جدا. بالظبط طبعا. يعني وخلي بالك هو ارسنال لسه ما خدش الدوري لسه، بس هو المتوقع ارسنال يعني سو فار، يعني بنتكلم بلغه الارقام لحد دلوقتي ارسنال متصدر في الدوري الانجليزي اكيد، واحسن فرقه حاليا في الدوري الانجليزي هي ارسنال، وممتعه وعندهم عناصر صغيره في السن ناصر باقل القليل اصبحت صحيح. ارتيتا عامل شغل كويس. نشوف بقى الناس اخبارها ايه في السوشيال ميديا كده وارائهم ايه. نشوف كده التوقعات بقى. احنا كنا ايه التوقع الاولاني ده؟ النصر السعودي. محمد المغربي يقول لك لو رحل محمد صلاح يروح على النصر السعودي. تخيل ما جاتش في مخيلتي. صعب. نيرة عبده ريال مدريد ان شاء الله فخر العرب. طارق صادق بيصبح علينا وبيقول في حال رحيل محمد صلاح عن ليفربول اعتقد الانسب للريال او مانشستر سيتي، واتمنى ان يذهب الى الدوري الاسباني عموما سواء كان الريال او برشلونه، وان شاء الله اتمنى ليه التوفيق فيما هو قادم. هل متوقع ان هو ممكن يروح الدوري الاسباني؟ لان انا سمعت برشلونه اكتر من مره. ليه لا؟ مفيش مشكله، وتشافي كان عايزه كذا مره يعني. بس هو العناصر اللي جابها تشافي خلت الاستعانه بمحمد صلاح. خلي بقى اقول لك على حاجه، صلاح احد طموحاته الدوري الاسباني من فعلا. زمان من زمان. انا يعني كل مره اقول الكلام ده قعدت. بس غريبه ليه هو في اقوى دوري في العالم ليه حابب يروح الدوري الاسباني؟ ماشي انت رايح فين؟ هيروح فين؟ ريال مدريد او برشلونه؟ ليفاندوفسكي كان فين وعمل اسطوره يعني اسمه الكبير في بايرن؟ لا بيحب يلعب في الدوري الاجمد الافضل. دوري ممتع. لا ما خلي بالك هو الدوري الاسباني لا يقل حلاوه. لا يقل الى حد ما. لا هو من ناحيه القوه مش متعه، يقل في القدره او القوه. بس في النهايه احسن ناديين في العالم ايه؟ ماشي مش هنختلف بقى لو كده. طبعا مش هنتكلم فيهم، واي حد يتمنى يروح هناك. احنا نتمنى نروح مدريد برضو. طب بس البلد. والله الحاج محمد بيقول لنا ريال مدريد. داليا محمد صباح الفل على اجمل مذيعين، اتمنى يلعب ريال مدريد. داليا محمد بنت الحاج محمد ولا ده تصادف؟ والله ممكن وارد برضو. همام بيقول تشيلسي او مان يونايتد. رضا شعبان بيقول باريس سان جيرمان. بيتر بساده بيقول برشلونه او مانشستر سيتي. هان ترى بيقول شكلها باريس سان جيرمان. برضو من الاسماء اللي كررت. هو لو ميسي استمر ممكن يفكر صلاح، لو ميسي مبابي قعد ممكن يفكر محمد صلاح. مبابي لو مشي راح ريال مدريد، ولغايه دلوقتي ميسي حكايه انه يكمل في لغايه دلوقتي ما جددش عقده. لو مشوا الاثنين ممكن ما يروحش. تبقى هو حابب يلعب مع الاثنين طبعا، اكيد تبقى حاجه جميله جدا. وهو ونيمار ممكن يمشي، فهيبقى يعني باريس سان جيرمان فاضي من النجوم بعد ما كان حامل كل اسماء النجوم تقريبا. خريطه القوه هتتغير طبعا. هو وفي نفس التوقيت مش هيكون نجم الاوحد، هيكون نجم وسط النجوم، واكيد اكيد هيساعدوه، اكيد هيرجعوه لمستواه تاني، وهو نفس التوقيت هيخدم عليهم اكيد. لا لما احنا نشوف الكوكتيل ده صلاح وميسي ومبابي ونيمار حاجه جميله جدا. هو مبابي الرومرز او الكلام ان هو ممكن يروح فين؟ انا دي ما سمعتهاش. ريال مدريد ما هو حلمه الاساسي ريال مدريد. بس دلوقتي في الفتره اللي هو فيها دي لغايه دلوقتي على ما اعتقد يعني ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له. يعني هو الهدف ممكن ان هو ينتقل فعلا. هدف من زمان. ما هو بصي الهدف في عند اللعيبه يبقى اهداف معينه من زمان جدا. طالما هو قادر وعنده القوه الاعلاميه والقوه اللي تخليه يقدر يروح فبيركز على حاجه دايما. وسنه لسه برضه دايما ريال مدريد هو عنصر الجذب لاي لاعب كبير. جذب لاي لاعب من زمان. محمد يعني صلاح في 2013 انا قعدت معاه قعده كده، فبقول له كان في بازل، بقول له نفسك تروح فين؟ قال لي لن اذهب الا طبعا لن اذهب دي بتاعت انا. قال لي مش هرجع من انا. قلت له طب ما انت بص ده فلان راح ورجع. فلان اول ما نزل من الطياره قال امي وحشاني. لسه نازل من الطياره قال امي وحشاني. والله اسمه حاضر معايا وحشيته امه. فقلت له هتعمل كده؟ قال لي مستحيل انا مش هرجع الا انا ولا لاعب اسطوره. والله خدت له عنوان. برافو عليه. وبالفعل مثلك الاعلى ايه؟ يعني عايز تروح فين؟ قال لي برشلونه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، احد انديه القمه في الدوري الانجليزي. وبالفعل الناس بدات
سبق عليه هو فين دلوقتي. صحيح. يعني هو حط هدف قدامه وربنا ساعده وربنا طبعًا. ما هو بصوا طبعًا. الكفاح والجهاد بس مش حاجه بتيجي بسهوله على فكره. مش حاجه بتجيلك وانت قاعد كده يعني. تجتهدي وتعرف امكانياتك وتشتغل عليها، اقسم بالله هتروح في المكان اللي انت عايزاه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيكمل لك. لو عندك نقص هيكمله لك. صح صح دي حقيقه. قاعده تحطيها لا يعني لا دي حقيقه. دايما اي حد مجتهد حتى لو لا يمتلك الامكانيات الكامله هيوصل اللي هو عايزه، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب المجتهدين. سيد ابو حميه، بالاوضاع الحاليه في السعوديه لكن اتمنى يلعب في ريال مدريد. احمد خاطر، الاهلي ممكن؟ والله لا صعب. ده يا ريت. هو دي امنيه. محمد رجب الاهلي برضه سبحان الله. يا ريت. حلم صعب. يبقى شيء رائع. يا حلم بعيد. شيء رائع طبعا طبعا. طيب مين تاني؟ وسام الرافدين بيقول ربما يبقى في انجلترا ويلعب مع نادي اخر او الذهاب لاسبانيا لصالح ريال مدريد. عبد الله بيقول اعتقد ريال، بس محمد صلاح مش هيلاقي نفسه غير في ليفربول. صح كلامه صح. هو ده الكلام. هو كده كده ممتد العقد بتاعه يوم يعني ماشي. يوم قال 2025 وماله مفيش مشكله. هو هي يعني كبوه حصلت لليفربول، ايه المشكله بالزبط. يعني انا مش شايف في مشكله والله، ومش عارف مين صاحب التصريحات ان ليفربول هيستغنى عن صلاح. هي ذا سان هي اللي كتبت، وفي كذا موقع ايطالي كمان. هم يبدو ان هم بيقروا الصحافه المصريه، لما بيلاقوا في مشكله فبيعمل ايه، يحاول يعمل ازمه كده. الفرقه مغلوبه 3-0 يعمل لك ايه، يقول لك لا انا همشي فلان عشان الناس تنسى الهزيمه. فممكن يكون ده يعني بالون اختبار عاملينه. لو ان الحاجات دي ما بيستخدموهاش كتير، بس دي صحف كبيره يعني. كلمة مثلا ذا ميرور الانجليزيه وذا سان ومواقع ايطاليه. انت بقالك قد ايه بتسمعي عن صلاح انه هينتقل لكل الانديه؟ احنا على فكره سمعنا اصلا عن الموضوع ده اكتر من مره مع ليفربول يعني. من سنتين وكان من سنه وفي الاخر عمليه هو شفناه قاعد. بس احنا قلنا ده حصل. كان بيشرب ايه؟ كان بيشرب عصير يعني. مش هنختلف على اللي كان بيشربه يعني. بس ظروفها إيه؟ التكنيك ده بتاع التمويه ده ثابت. لا بس ظروفها وقتها كان حاجه تانية يا جماعه. كان وقتها لسه ما جددش عقده، فكانت الرومرز دي بتطلع. دلوقتي محمد صلاح ماضي لغايه 25، فالوضع مختلف. معلش هم السبب الرئيسي في عدم التجديد لمحمد صلاح والخوف للتجديد ليه بسرعه ساعتها، وكانت التجديد طبخ على نار هاديه قوي، انهم كانوا خايفين يوصل ل 30 سنه واحد يعني 30 سنه، والميزه الاساسيه اللي عنده اللي هي السرعه تقل شويه. فهم حسوا ان مستواه مش هو اللي هم عارفينه عن صلاح يعني. طبعا. صلاح دايما كان هو اللي بينتشل الفرقه، اللي هو الفتوه اللي بيجي ايه بعد ما يتضرب الناس كلها، يطلع هو ياخد الناس كلها يعني. ياخد اللقطه. طبعا. لسه ما خدش اللقطه. بس لسه الدوري موجود ولسه الدنيا موجوده. بس مش معنى كده انه ان ليفربول هياخد الدوري يعني ولا هي. لا لا هو بعيد جدا. ده بعيد خالص. محمد سعيد وبودي انا مش عارفه ده ايه، الحلواني، ريال مدريد وباريس سان جيرمان او ريال مدريد. ما تقريبا كله ما بعدش عن التوقعات دي. ما حدش قال حاجه يعني. ما في الاهلي هو الاسماء تقريبا، وطبعا اكتر اسم اتكرر ريال مدريد، واخرهم برضو محمود سيد وخالد حسن وبرشلونه احمد عماره وفتحي برضو باريس سان جيرمان برضو زي ما احنا اتكلمنا. حسني التركي ريال مدريد، محمد فضل في الاهلي. في بقى نيوكاسل دي جديده خالص يعني. رمضان الحسيني بيقول لك نيوكاسل فلوس بقى. لو في فلوس كتيره ما فيش مشكله خالص. طيب احنا وقتنا انتهى بالفعل في الفقره دي. يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتنا. انا سعيد بوجودي معاكم وبنجور مسيو. احنا يعني كان شرف لينا والله. الله يكرمك. شفت عشان انت رضيت ببونجور ربنا بعت لك مسيو عشان تبقى ماشي من عندنا وانت مجبور الخط. الحمد لله يا رب. لو اللقاء ده كان في التي في 5 مش هتسمع الكلام اللي انت بتسمعه عندنا. نورت الدنيا كلها. نشكرك جزيل الشكر. احنا هنروح فاصل. انت عندك فقره هتكون فقره مسجله مع دكتور باهر السعيد، مع كريم ودكتور باهر السعيد. خليكم معانا.